القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أئن بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومما لا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لواه وخليفته مولانا علي بن ابي طالب والصلاه والسلام على ائمه المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ليله القدر خير من الف شهر عزیز ناظرین بزرگان محترم عبادت گزاران عزیز آپ سب کی خدمت میں اس عظیم ماہ مبارک رمضان کی شب جسے ہم شب قدر کہتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خاص ساتھ ساتھ تمام علی کے چاہنے والوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اس شب میں ہمارے مولا زخمی ہوئے ہیں عظیم شب ہے بہرحال اعمال شروع ہو چکے ہیں آپ حضرات نے غسل انجام دے لیا ہوگا اور غسل انجام دینے کے بعد آپ حاضر ہیں دعا اعمال نماز کے لیے جوشن کبیر کے لیے ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین شب شبائے قدر ہے جناب موسیٰ کی زبانی سرکار پیغمبر اسلام نے نقل فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ خدا سے یہ فریاد کر رہے تھے مناجات کر رہے تھے اور مناجات کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ خدایا میں تیری قربت چاہتا ہوں میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی قربت کو مجھ سے وہی قریب ہو سکتا ہے جو شب قدر کو جاگ کر گزارے میری قربت وہی اسی کے پاس ہے جو شب قدر میں جاگ کر گزارے گا جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں تیری رحمت کو چاہتا ہوں تیری رحمت کیسے ملے گی کہا میری رحمت اسی کو ملے گی جو شب قدر میں فقیروں اور جو مصیبت میں گرفتار اور پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات دلائے گا اس کو ملے گی پھر جناب موسیٰ سے نے سوال کیا خداوند عالم میں پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے نجات مل جائے آواز دیا پل صراط سے اس کو ہی نجات ملے گی جو شب قدر میں صدقہ دے گا وہ شب قدر میں صدقہ دینے والا پورے صراط سے آسانی سے گزر جائے گا خدا سے بھی عرض کیا جناب موسیٰ نے خدایا مجھے جنت کے پھلوں کی خواہش ہے کہ مجھے جنت کے درختوں سے پھل مل جائے بہشتی پھل مل جائے کہا وہ اس کو ملے گا جو شب قدر میں تسبیح ہے پروردگار کہے گا پروردگار کی تسبیح کہنے والوں کو یہ ملے گا اور پھر
जनाब मूसा ने अर्ज किया कि मैं निजात चाहता हूँ, कि जहन्नम की आग से निजात चाहते हो तुम? कहा हाँ, मैं जहन्नम की आग से निजात चाहता हूँ। तो कहा जो शब कद्र में सबसे ज्यादा इस्तिग़फ़ार करेगा, इस्तिग़फ़ार करने वालों को जहन्नम की आग से निजात मिलेगी। ये बातें हो रही थी, आवाज़ दिया जनाब मूसा ने, खुदाया मैं तेरी मर्जी को चाहता हूँ कि तू राज़ी हो जाए, मैं मुतालबा करता हूँ कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। कहा मेरी रजायत उस शख्स के लिए है जो शब कद्र में दो रकत नमाज पढ़ेगा और मुझसे मुनाजात करेगा, मैं उससे राज़ी होऊंगा। जो आज की शब के आमाल में दो रकत नमाज है, इस दो रकत नमाज को पढ़ना है इंशाल्लाह जोशन कबीर के बाद, आप हज़रात पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अमल कराए जाएंगे। इस दुआ के बाद के दुआए जोशन कबीर के बाद अमल कराए जाएंगे, उस दरमियान दौरे का नमाज पढ़ना है, नियत होगी शब कद्र की नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सूरा पढ़ा जाएगा और उसके बाद सात मरतबा सूरह कुल अल्लाह पढ़ा जाएगा दोनों रकत में, और फिर सलाम पढ़ के 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया जाएगा। और यही आज की शब की नमाज है, यानी खुदावंद आलम की मर्जी को तलब करने के बराबर है ये आज की शब की नमाज। लिहाजा आइए मिलकर, दुआ की शब है, मिलकर दुआ पढ़ें, जोशन कबीर पढ़ें, जिसमें खुदावंद आलम के 1000 नाम हैं। हम सिर्फ अल्लाह के नाम लेंगे और हर 10 नाम के बाद अपने परवरदिगार से यही कहेंगे, सुबहानका या ला इलाहा इल्ला अंत, मुनज्जा है, पाको पाकीज़ा है, ऐ परवरदिगार के तेरे सिवा कोई नहीं है, अलगौस फरियाद है फरियाद। और फिर हम यही कहेंगे खल्लिसना मिनन नार या रब, कि हमको जहन्नम की आग से छुटकारा दे दे। 100 मरतबा इसी दुआ को करना है। जो जो देख रहा है जहाँ जहाँ भी है, सब घर में अपने आप बच्चों को बैठा लें, बच्चों को जगाएं, और कुछ नहीं तो अगर हमारे पास बैठ के सिर्फ हमारी दुआ पर आमीन कहेंगे, सिर्फ हमारी दुआ के साथ सलवात पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे खल्लिसना मिनन नार या रब, तो वो बेगुनाह मासूम मासूम बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द बैठे होंगे वो सब दोहराएंगे और निजात हमको मिलेगी, फ़ायदा हमको पहुँचेगा। लिहाजा सब मिल के तसव्वुर करें, याद करें अपने ज़माने के इमाम को, नियाबत में ले आएँ, और बीबी नरजिस खातून वालिदा इमाम ज़मान और इमाम ज़मान की नियाबत में, शहजादी कायनात बीबी जहरा की नियाबत में, अइम्मा मासूमीन की नियाबत में मिलकर बैठ कर सब दुआएं जोशन कबीर को पढ़ें आज की शब, और इंशाअल्लाह अपने तमाम मरहूमीन, अपने तमाम जिंदा सब की नियाबत में बैठ कर पढ़ें, जो जो भी जहाँ भी है सब की तरफ से इस दुआ को पढ़ें। यकीनन बहुत ही कमाल की दुआ है और बहुत ही सजावार है कि हम इस दुआ को पढ़ें। आप हजरात आमादा हैं, 3 मरतबा सलवात के साथ हम इस दुआ को पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بسمك يا الله يا رحمن يا
या रहीम ओ या करीम, या मुकीम ओ या अज़ीम ओ या क़दीम ओ या अलीम ओ या हलीम ओ या हकीम। सुभानक या ला इलाहा इल्ला अल-ग़ौस अल-ग़ौस, या सैयद السادات या मुजीब الدعوات या رافع الدرجات या ولي الحسنات या موتي المصلات या قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم القضيات يا دافع البليات يا خير يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ الصحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو صنيع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من تواضع لكل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من يسبح الرعد برعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا صامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسرار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء
يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا العلاء والنعماء سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا راضي كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل محموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مبذول يا صادر كل معيوب يا ملجأ كل مدرود سبحانك يا يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياث عند كربتي يا دليل عند حيرتي يا غنى عند افتقاري يا ملجأ عند اضطراري يا معين عند مفزعي سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا ذليل يا قبيل يا مذيل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان القائمين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرافة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يا
يبقى ويبنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكمن يا ملقن يا مبين يا مؤمن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقصر سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من لا يرجع إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينذر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا لا إله إلا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا صابر الضم يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا خالق الحب يا رازق الانام سبحانك يا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ولي يا حفي يا رضي يا ذكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من أزهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يواقد بالجريرة يا من لم يعتق الصدر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا النعمة السابقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العزمة المنيعة سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم الأبرار يا مقيل الأعصار يا صادر الأمراض يا محيي الأموات يا منزل البركات يا مصحف الحسنات يا ماهي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة بالأنام سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أحكم الحاكمين يا عدل العادلين يا أصدق الصادقين يا طهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع العاصمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا أنت يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زهر من لا زهر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفره يا ناصر من استنصره يا حافظ من استعبده يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا صريخ من استصرخه يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا داعما لا يفوت يا حي الله يموت يا ملك الله يزول يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يدعم يا قويا لا يضعف سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم اللهم اني اسالك باسمك يا احد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا علم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم
يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا جل من كل جليل يا عز من كل عظيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب يا كريم الصفع يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الإحسان يا قديم الفضل يا داعم اللطف يا لطيف الصنع يا منفذ الكرب يا قاطف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا كافي ويا شافي ويا وافي ويا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص خلصنا من النار يا رب يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إلي يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إلي يا من كل شيء يصبح بحمده يا من كل شيء خالق إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفضع إلا إليه يا من ما لا مقصد إلا إليه يا من لا منجى منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجع إلا هو يا من لا يعبد إلا إياه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستانسين سبحانك يا لا إله إلا الغوص الغوص من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا صادر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله إلا الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الحلقى يا من يشفي المرضى يا من اضحك فابكى يا من أمات واحيا يا من خلق الزوجين الذكر والانثى سبحانك يا لا اله الا انت الغوص الغوص خلصنا من النار يا رب
यौमन फिल बर्रे वल बहरे सभी लोगो यामन बिला फापे आया तू यामन बिला आया दे बुरहान यामन बिल ममाद कुदरत यामन बिल कुबूर व्रत यामन बिल कियामत मुल्क यामन बिल हिसाब हैबत यामन फिल मीज़ान क़ज़ा यामन फिल जन्नत सवाब यामन फिल नार अक़ाब सुभानक या ला इलाहा इल्ला अंत अल ग़ौस يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستانس المريدون يا من به يفتقر المحبون يا من في عفوه يدمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا محيب يا مصيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا إله إلا أنت يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا رب من كل رؤوف سبحانك يا يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا اله الا انت الغوث من النار يا من عطاه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من عصانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو يا من فضله عميم سبحانك يا لا اله الا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مضلل يا منزل يا منمل يا مفضل يا مجزل يا ممحل يا مجمل سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل ومن يدعم ولا يدعم
يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا سرور العارفين يا من المحبين يا انيس المريدين يا حبيب الطوابين يا رازق المقدمات مقلين يا وجا يا جرجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مبرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب العلان والأسرار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لقى بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته قدرته يا من لا تحصي العباد نعمه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأحوى أوحام كرهه يا من العظمة قبل عظمة الكبرياء يا من العظمة والكبرياء رضاه يا من لا ترد العباد قضاه يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا طاع إلا طاعه سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهضاء والبضاء يا من له العرش والسراء يا من له السماوات العلا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا غدوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه
يا من يبدا الخلق ثم يعيده يا من اليه يرجو الامر كله يا من اظهر في كل شيء لطفه يا من احسن كل شيء خلقه يا من تصرف بالخلائق قدرته سبحانك يا لا اله الا القدوس يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا كافيا من استكفى يا هاديا من استهدى يا كاليا من استكلى يا راعيا من استرعى يا شافيا من استشفى ويا قاضيا من استقصى يا مغنيا من من استغنى يا موبيا من است الله يا مقيميا يا مقيميا من استقوى يا وليا من استولى سبحانك يا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا رازق يا سابق يا سامع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من يقلب الليل والنهار يا من لا جعل يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتقي صاعبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الضال سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع علينا الواهنين يا من يرى بك الفاقدين خائفين يا من يملك عبائد الصائلين يا من يقبل عذر الطائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيء اجر المحسنين يا من لا يبعد عن القلوب العارفين يا اجود الاجودين سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم الثناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم اني اسالك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفع يا مرتع سبحانك يا لا اله الا انت يا من خلقني فسواني يا من رزقني ورباني يا من عتمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من عزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني
يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا يا من يحق الحق بقلبه يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يحول بين المرء وقلبه يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو عالم بمن زل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا الغاص من النار يا رب يا من جعل الأرض مهادا يا جل من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا الغاص خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا صريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا إله إلا الغاص خلصنا من النار يا رب يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله شيء حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج الى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرد العياد من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي قيوم لا تاخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا اله الا انت من النار يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص خلصنا من النار يا رب العالمين يا خالق يوم الدين يا قائد الظالمين يا ظهر اللاجئين يا مدرك الحارمين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتذكرين يا من يحب المحسنين يا من هو عالم بالمهتدين سبحانك يا لا اله الا انت اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا عبيد يا محيد يا مقيد يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من هو احد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو بدر بلا كيف يا من هو قاضٍ بلا حيف يا من هو رب بلا وظير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عذر يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك يا لا اله الا انت الغاص
من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره وفوز للشاكرين يا من حمد وعز للباقين للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه أمم للطاعين والعصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا إله إلا يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا اله الا لا اله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست اسماؤه يا من يدوم مقامه يا من العظمه بهاؤه يا من الكبرياء رضاه يا من لا تحصى له يا من لا تعد نعماه سبحانك يا الله اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا لا إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا ذا العرش المجيد يا ذا القول الشديد يا سديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بضمام للعبيد سبحانك يا لا اله الا يا من لا شريك له ولا وزيرا يا من لا شبيه له ولا نظيرا يا من يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني الباعث الفقير يا ورازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر الأزم الكثير يا عزمة الغائب المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث من النار يا يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارز باري الضر والنظم يا ذا البعث والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمام يا رب البيت الحرم والويل والحرم يا من خلق الأشياء من العدم سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا واصل يا الله يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا من عنب بطوله يا من اكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من تعذر قدر بحكمته يا من حكم بتدميره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بعلمه يا من دنا بعلوه يا من علا بذنوبه سبحانك يا لا اله الا انت الغاص الغاص خلصنا من النار يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يصبر بالعوام كيف شئت
يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أخذ بكل شيء علما يا من عزم عن كل شيء حددا سبحانك يا الله يا الله الغاص الغاص خلصنا من النار يا اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا فطر يا صمد يا سرمد سبحانك يا لا إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا خير معروف عريف يا أفضل معبود عبيد يا جل مشكور شكر يا عز مذكور ذكر يا على محمود حميد يا أقدم موجود طليب يا أرفع موصوف مصيب يا أكبر مقصود مقصد يا أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب عليم سبحانك يا الله الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا حبيب الباكين يا سيد المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مغضى الملهوفين يا منجي الصادقين يا أنذر القادرين يا عالم العالمين يا إله الخلق أجمعين سبحانك يا لا إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا من علا فقهرا يا من ملقا فقدرا يا من بطنا فخبرا يا من عبدا فشكرا يا من عصيا فغفرا يا من لا تحويل بكر يا من لا يدركه بصر يا من لا يقوى علي سر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا لا إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا باري يا ظاهري يا بازق يا فارج يا فاطح يا كاجب يا زامن يا عامر يا ناهي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص الغاص يا رب يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يغلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا لا إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص الغاص يا كافيا من كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا يقوى عليه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعظم عن علمه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من وصيت رحمته كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت
الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا معي يا مرضي يا منجي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص من النار يا رب يا أول كل شيء وآخره يا إله كل شيء ومليكه يا رب كل شيء وصانعه يا بارئ كل شيء وخالقه يا قابض كل شيء وباسطه يا مبدي كل شيء ومعيده يا منشئ كل شيء ومقدرا يا مكمنا كل شيء ومحملا يا محيي كل شيء ومميتا يا خالق كل شيء ووارثا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وعنيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أطاه حبيب يا من هو إلى من عبه قريب يا من هو بمن استعبده رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه عليم يا من هو بعظمته رحيم يا من هو بحكمته عظيم يا من هو بإحسانه قديم يا من هو بمن أراده وليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مصبب يا مرغب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مقمب يا مقدر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من امره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاه كائن يا من قرانه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يعجبه شيء عن شيء لا يا من لا يبرمه إلحاه الملحين يا من هو غاية مراد المريدين يا من هو منتهى همم العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمل يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا عدلا لا يحيب يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يصغر يا حافظا لا يغفل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا
اللهم صل على محمد وآل محمد. چند جملے اس کے ترجمہ کرتے ہیں جو شروع کے کچھ بند ہیں. خدا کی بارگاہ میں کہ ہم اپنی زبان میں بھی ہم نے اللہ کا نام معصومین کی زبان سے لیا اور ہم نے اس کو پکارا, خدا کو بلایا. جو ہم نے اس دعا کے شروع سے پکارنا شروع کیا, اے خدایا, اے خدا میں بھیک مانگتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں تیرے نام سے, اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے کرم کرنے والے, اے قائم, اے عظمت والے, اے قدیم, اے دانا, اے بردبار, اے حکمت والے, پاک ہے تو, اے خدا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ, اے پروردگار, ہم کو جہنم سے آزاد کر. ہر جملے پہ یہی کہا ہے 100 مرتبہ, ہم کو جہنم سے آزاد کر. اے سرداروں کے سردار, اے دعاؤں کے قبول کرنے والے, اے مرتبوں کے بلند کرنے والے, اے نیکیوں کے والی, اے گناہوں کے بخشنے والے, اے سوالات کے عطا کرنے والے, اے توبہ قبول کرنے والے, اے آوازوں کے سننے والے, اے پوشیدہ باتوں کے سننے اور جاننے والے, اے بلاؤں کے دور کرنے والے, سبحانک پاک ہے تو. پھر آپ نے کہا, اے بہترین بخشنے والے, اے بہترین گشائش پیدا کرنے والے, اے بہترین مدد کرنے والے, اے بہترین حکم کرنے والے, اے بہترین روزی دینے والے, اے بہترین وارث, اے بہترین حمد کرنے والے, اے بہترین ذکر کرنے والے, اے بہترین نازل کرنے والے, اے بہترین احسان کرنے والے, سبحانک لا الہ الا انت, پاک ہے تو اے پروردگار. اے وہ جس کے لیے عزت اور نیکی ہے, اے وہ ذات جس کے لیے قدرت اور کمال ہے, اے وہ ذات جس کے لیے ملک اور بزرگی ہے, اے وہ ذات جو کبھی بزرگ ہے, عالی مرتبہ ہے, اے بھاری بادلوں کے پیدا کرنے والے, اے وہ خدا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, اے وہ خدا جو بہت جلد حساب, جو جلد حساب لینے والا ہے, اے وہ خدا جو سخت عذاب کرنے والا ہے, اے وہ خدا جس کے پاس عمدہ ثواب ہے, اے وہ خدا جس کے پاس ام الکتاب ہے, پاک ہے تو اے میرے پروردگار, سبحانک. خداوندہ میں سوال کرتا ہوں تیرے نام سے, اے مہربان, اے احسان کرنے والے, اے جزا دینے والے, اے روشن دلیل, اے بادشاہ, اے خوشنود کرنے والے, اے بخشنے والے, اے پاک, اے مددگار, اے نعمت والے, اے ظاہر کرنے والے, اے وہ خدا جس کی بزرگی کے آگے ہر چیز تواضع کیے ہوئے ہے, اے وہ خدا جس کی قدرت کے آگے ہر چیز تسلیم خم کیے ہوئے, اے وہ خدا جس کی حیبت سے ہر چیز عاجزی کرتی ہے, اے وہ خدا جس کے خوف سے ہر چیز تابعدار ہے, اے وہ خدا جس کے خوف سے پہاڑ شک ہو جاتے ہیں, اے وہ خدا جس کے حکم سے آسمان قائم ہیں, اے وہ خدا جس کے حکم سے زمین کو قرار ملا, اے وہ خدا جس کی تسبیح فرشتہ راد حمد کے ساتھ کرتا ہے, اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے, پاک ہے تو, سبحان اللہ, سبحانک یا لا الہ الا انت. اے خداوں کے بخشنے والے, اے بلاؤں کے دور کرنے والے, اے امیدوں کے انتہا, اے بخششوں کے تمام کرنے والے, اے بخششوں کے تمام کرنے والے, اے نعمتوں کے عطا کرنے والے, اے تمام مخلوق کو روزی دینے والے, اے مندوں کے حاکم, اے شکایتوں کے سننے والے, اے مخلوق کو زندہ کرنے والے, اے تمام مخلوق کو روزی دینے والے, اے مندوں کے حاکم, اے شکایتوں کے سننے والے, اے مخلوق کو زندہ کرنے والے, اے اسیروں کو رہا کرنے والے, پاک ہے تو, سبحانک یا لا الہ الا انت. اے حمد و ثنا کے, اے حمد و ثنا کے مالک, اے صاحب فقر و بزرگی, اے صاحب رفعت و عزت, اے صاحب عہد و وفا, اے بخشش اور خوشنودی والے, اے صاحب احسان و عطا, اے صاحب فضیلت و فیصلہ, اے صاحب عزت و بقا, اے صاحب جود و سخا, اے ظاہر و باطن نعمتوں والے, پاک ہے تو. خدایا, میں تیرے نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں,
اے آفتوں کے روکنے والے، اے بلاؤں کے دور کرنے والے، اے بلند کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، اے فائدہ دینے والے، اے سننے والے، اے جمع کرنے والے، اے شفاعت کرنے والے، اے وسعت دینے والے، اے نعمتوں کو زیادہ کرنے والے، پاک ہے تو، اے ہر چیز کا بنانے والا، ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے، ہر روزی کے کرنے اور روزی حاصل کرنے والے کو روزی دینے والے، اے ہر بندے کو ہر بندے کے مالک، اے ہر سختی کے دور کرنے والے، اے ہر غمزدہ کو خوش کرنے والے، اے ہر لائق رحم پر رحم کرنے والے، اے ہر ذلیل کی مدد کرنے والے، اے تمام عیبداروں کو چھپانے والے، اے ہر نکالے ہوئے کی بناگاہ، پاک ہے تو۔ گیارہواں جملہ جو آپ نے پڑھا، گیارہواں بند، اس میں یہی ہے کہ اے سختیوں میں میری سخت، میرے بھروسے مند، اے مصیبت میں میری امیدیں، اے میری تنہائی میں میرے مونس، اے میرے مسافرت میں میرے ساتھی، اے میرے دوست، میری نعمتوں میں، اے میری سختیوں میں میرے فریاد رس، اے میری گمراہی میں میرے رہنما، اے میرے احتیاج میں، میری ضرورت میں میرے دولت مندی، اے میرے اضطراب اور پریشانیوں میری پناہ گاہ، اے میرے خوف میں میرے پروردگار، پاک ہے تو پروردگار۔ بارہواں جو جس میں دس نام ہے، اس میں آپ نے یہ کہا، یا علام الغیوب، اے پوشیدگیوں کے جاننے والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے عیبوں کے چھپانے والے، اے غموں کے دفع کرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کی دوا کرنے والے، اے دلوں کو روشن کرنے والے، اے دلوں کے ساتھی، اے غموں کے کھولنے والے، اے غموں کے برطرف کرنے والے، پاک ہے تو اے پروردگار۔ خدایا، میں تجھ سے تیرے نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں، اے بزرگوار، اے نیکوکار، اے حفاظت کرنے والے، اے کفالت کرنے والے، اے رہنما، اے روزی کے ضامن، اے دولت دینے والے، اے نعمت دینے والے، اے گناہ سے چھٹکارا دینے والے، اے قوت دینے والے، پاک ہے تو۔ اے بھٹکے ہوئوں کے رہنما، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے مدد چاہنے والوں کی مدد کرنے والے، اے خوف زدہ کے امان، اے مومنوں کے مددگار، اے غریبوں مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے نافرمانوں کی جائے پناہ، اے گناہگاروں کے بخشنے والے، اے پریشان لوگوں کی دعاؤں کے قبول کرنے والے، پاک ہے تو۔ کیسے کیسے نام ہے پروردگار کے کہ ہم بلا رہے ہیں پروردگار کو، کن کن ناموں سے۔ واقع اگر ہم اپنے آپ کو خدا سے دور نہ کریں تو کیا ان ناموں سے جو ہم بلا رہے ہیں خدا کو، کیا خدا ہم سے دور ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ شب قدر ہے، یہ دعائے جوشن کبیر آپ نے معصوم کے کلمات پڑھے، اور اپنے زبان میں بھی ان الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً یہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، یہ دعاؤں کے قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اپنے پروردگار سے اس کے ناموں کی قسم دے دے کہ اسے بلائیں۔ اے صاحب جود و احسان، اے فضل و کرم والے، اے صاحب امن و امان، اے صاحب تقدس و پاکیزگی، اے صاحب حسمت، اے چیزوں کے ظاہر کرنے والے، اے رحمت اور خوشنودی والے، اے دلیل و برہان و عظمت و بادشاہت والے، اے صاحب رحم و کرم، اے مدد کرنے والے، اے صاحب عفو و بخشش، پاک ہے تو۔ سبحانك يا لا اله الا الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب۔ اے میرا وہ پروردگار، اے وہ ذات جو تمام چیزوں کی پروردگار ہے، اے وہ خدا جو ہر چیز کا معبود ہے، اے وہ خدا جو ہر چیز کا خالق ہے، اے وہ ذات جو ہر چیز کی بنانے والی ہے، اے وہ ذات جو ہر چیز سے پہلے ہے، اے خدا جو ہر چیز کے بعد رہے گا، اے خدا جو ہر چیز سے بلند ہے، اے خدا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ خدا جو باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، پاک ہے تو۔ اے میرے اللہ، تجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں تیرے ان ناموں کے ذریعے، اے امن والے، اے نگہبان، اے پیدا کرنے والے، اے علم دینے والے، اے ظاہر کرنے والے، اے آسان کرنے والے، اے جگہ دینے والے، اے زینت دینے والے، اے ظاہر کرنے والے، اے تقسیم کرنے والے، پاک ہے تو۔ خدا وند عالم کے نام کا نام لے کے ہم یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ، اے وہ خدا جو اپنی سلطنت میں قیام کرنے والا ہے، اے وہ خدا جو اپنی بادشاہت میں قدیم ہے، اے وہ خدا جو اپنی بزرگی میں بہت بڑا ہے، اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اے وہ خدا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اے وہ خدا جو نافرمان بندوں پر تبار بردبار ہے، اے وہ خدا
اے وہ خدا جو امید رکھنے والوں پر کرم کرنے والا ہے, وہ خدا جو اپنی صنعت میں حکیم ہے, وہ خدا جو اپنی حکمت میں لطف کرنے والا ہے, وہ خدا جو اپنے لطف میں قدیم ہے, پاک و پاکیزہ ہے تو. اے میرے پروردگار, وہ خدا جس سے امیدیں نہیں لگائی جاتی مگر اس کے فضل کی, یعنی ہم اپنے خدا سے صرف فضل کی امید رکھتے ہیں, ہم سے ہم کو اس کے اس سے عذاب کی نہیں, اس کے وہ کہ ہمارے اوپر عقاب کرنی, ہم اس سے صرف اس کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں. اے وہ خدا جس سے سوال نہیں کیا جاتا مگر اس سے بخشش کا, جب بھی ہم سوال کرتے ہیں تو بخشتا ہے. اے وہ خدا کہ جس کے نہیں دیکھی جاتی مگر اس کی نیکی, اے وہ خدا کہ جو نہیں خوف کیا جاتا مگر اس کے عدل سے, اے خدا ہمیشگی نہیں رکھتی ہے کوئی چیز مگر اس کی بادشاہی, اے خدا نہیں ہے کوئی بادشاہ مگر اس کی بادشاہی, اے وہ خدا جس کی رحمت وسیع ہے ہر چیز سے, اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے قبضے پر سابق ہے, اے وہ خدا جس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا, اے وہ خدا جس کے مثل کوئی نہیں ہے, پاک ہے سبحانک یا لا الہ الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یقیناً یہاں پر یہ جو جملے ہیں ہمیں سمجھ کے ان جملوں کو پڑھنا چاہیے, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہیے, اے غموں کو دور کر, رنج و غم کو دور کرنے والے, انسان رنج و غم میں کہاں جاتا ہے, خدا کی بارگاہ میں جائے, اے وہ خدا جو رنج و غم کا دور کرنے والا ہے, اے تمام غموں کے ہٹانے والے, اے تمام گناہوں کے بخشنے والے, اے توبہ کے قبول کرنے والے, اے تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے, اے وعدے کے سچے, اے عہد کے پورا کرنے والے, اے تمام راز اور بھید کے جاننے والے, اے دانوں کو شگافتہ کرنے والے, اے مخلوق کو رزق دانے والے دینے والے, سبحانک یا لا الہ الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اے میرے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام سے, اے بلند و مرتبہ, اے وفا کرنے والے, اے بے نیاز مالدار, اے بے نیاز مالدار. یقیناً جو کلمات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں اس سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اے پوشیدہ راز سے واقف, اے پسندیدہ, اے پاکیزہ, اے ہمیشہ رہنے والے, اے قوی, اے دوست, اے وہ خدا جس نے خوبی کو ظاہر کیا, اے وہ خدا جس نے برائی کو چھپایا, اے وہ خدا جس نے گناہ پر کوئی عذاب مؤاخذہ نہیں کیا, اے وہ جس نے کسی راز کو ہمارے فاش نہیں کیا, اے بہت معاف کرنے والے, اے خوب درگزر کرنے والے, اے بہت زیادہ مغفرت کرنے والے, اے رحمت کے دونوں ہاتھوں کو کھولنے والے, اے بھیدوں پہ جاننے والے, اے تمام شکایتوں کی انتہا, سبحانک یا لا الہ الغوث الغوث خلصنا من النار یا. اے بے شمار نعمت والے, اے بے انتہا قدرت والے, اے سابقہ احسانات والے, اے حکمت کامل والے, اے کامل قدرت والے, اے قطعی دلیل والے, اے ظاہری کرامت والے, اے دائمی عزت والے, اے مستحکم قوت والے, اے بلند مرتبہ بزرگی والے, پاک ہے تو یا سبحانک یا لا الہ الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اے آسمان کے پیدا کرنے والے, اے تاریکیوں کے بنانے والے, اے گریو بکا پر رحم کرنے والے, اے لفظشوں کو درگزر کرنے والے, اے عیبوں کو چھپانے والے, اے مردوں کو زندہ کرنے والے, اے نشانیوں کے نازل کرنے والے, اے نیکیوں کو زیادہ کرنے والے, اے برائیوں کی خود خو کرنے والے, اے سخت مواخذہ کرنے والے, پاک ہے تو, سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے ذریعے, اے صورت بنانے والے, اے تقدیر کرنے والے, اے تدبیر کرنے والے, پاک کرنے والے, اے روشن کرنے والے, آسان کرنے والے, بشارت دینے والے, ڈرانے والے, پیش آنے والے, آخری میں کرنے والے, مقدم مؤخر کرنے والے, اے میرے پروردگار پاک ہے تو, اے پروردگار, اے بیت الحرام کے پروردگار, اے ماہ محترم کے پروردگار, اے شہر محترم کے پروردگار, اے رکن و مقام کے پروردگار, اے مشعر الحرام کے مالک, اے مسجد الحرام کے مالک, اے مقام حل و حرم کے پروردگار, اے روشنی اور تاروکی کے مالک, اے تحیت و سلام کے پروردگار, اے مخلوقات میں قدرت کے پروردگار, سبحانک یا لا الہ الا انت
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اے حاکموں کے حاکم اے عادلوں میں سب سے بڑے عادل اے صادقوں میں سب سے زیادہ سچے اے پاکوں کے پاک اے بہترین پیدا کرنے والے اے حساب کرنے والے اے سب سے بہتر اے سننے والوں میں سب سے بہتر سننے والے اے دیکھنے والوں میں سب سے اچھا سو دیکھنے والے اے شفاعت کرنے والوں میں سب سے بہتر اے بزرگ تر پاک ہے تو سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا عماد من لا عماد لا اے اس کے اعتماد جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس کا سہارا جس کا کوئی سہارا نہیں ہے نگاہ رکھنے والے اے وہ جو اس کے نگاہ رکھنے والا نہیں رکھتا ہے اس کی جائے پناہ جس کی جائے پناہ نہیں ہے فریاد رس جس کا کوئی فریاد رس نہیں ہے اے بزرگی کے رکھنے دینے والے جس کو کوئی بزرگی نہیں رکھتا اے اس کی عزت جس کی جو عزت نہیں رکھتا ہے اس مددگار کا اس کے مددگار جس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کے دوست جس کا کوئی دوست نہیں ہے اس کے لیے جائے پناہ امن کی جگہ جس کے لیے کوئی امان نہیں ہے پاک ہے تو سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اے خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام سے اے محفوظ کرنے والے اے قائم اے دائم اے رحم کرنے والے اے سلامتی والے اے حاکم اے عالم اے تقسیم کرنے والے اے بند کرنے والے اے کھولنے والے سبحانک یا لا الہ الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اے پناہ چاہنے والوں کی پناہ اے رحمت چاہنے والوں پر رحم کرنے والے اے بخشش چاہنے والوں کے بخشنے والے اے مدد چاہنے والوں کے مددگار اے حفاظت چاہنے والوں کے کرنے والے اے کرم چاہنے والوں پر کرم کرنے والے اے ہدایت چاہنے والوں کی ہدایت کرنے والے اے داد رسی چاہنے والوں کی داد رس اے مدد چاہنے والوں کے مددگار اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے سبحانک یا لا الہ الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اے پروردگار تو ایسا زبردست ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا تو ایسا وہ لطیف ہے جو دیکھا نہیں جاتا تو ایسی عبادت کرنے والا ہے جو سوتا نہیں ہے اے وہ ہمیشہ رہنے والا جو کبھی فوت نہیں ہوتا اے وہ زندہ جو مرتا نہیں ہے ایسا بادشاہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں ہے ایسا باقی اور ہمیشہ رہنے والا جو فنا نہیں ہوتا اے وہ عالم جو بھولتا نہیں وہ بے نیاز جو کھانے سے مبرا ہے وہ قوی جو کمزور نہیں ہوتا سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام سے ایک تاغانا اے حاضر اے صاحب تعریف اے بزرگ اے راستہ دکھانے والے اے اٹھانے والے اے وارث اے ضرر پہنچانے والے اے نفع دینے والے پاک ہے تو اے سب بزرگوں کے بزرگ تر اے سب مہربانوں میں سب سے بڑے مہربان اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے سب جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والے اے سب حکیموں میں سب سے بڑے حکیم اے سب قدیموں میں سب سے قدیم تر اے سب بزرگوں سے بزرگ تر اے سب سے پاکیزہ لوگوں میں پاکیزہ تر اے سب سے بزرگوں سے بزرگ تر اے سب عزیزوں سے زیادہ عزیز سبحانک یا لا الہ الا انت اے کریم درگزر کرنے والے اے بڑے احسان کرنے والے اے صاحب خیر کثیر اے ہمیشہ فضل و مہربانی کرنے والے اے ہمیشہ لطف کرنے والے اے لطیف پیدا کرنے والے اے رنج کے دور کرنے والے اے ضرر کو دور کرنے والے اے ملک کے مالک اے حق کے ساتھ حکم کرنے والے اے وہ خدا جو اپنے عہد میں کامل ہے اے وہ خدا جو اپنے وفا میں پورا مضبوط اور قوی ہے اے وہ خدا جو اپنی توانائی میں برتر ہے اے وہ خدا جو اپنی برتری میں قریب ہے اے وہ خدا جو اپنے قریب میں لطیف ہے اے وہ خدا جو اپنے لطافت میں شریف ہے اے وہ خدا جو اپنے شرف میں عزیز ہے اے وہ خدا جو اپنی عزت میں عظیم ہے اے وہ خدا جو اپنی عظمت میں بزرگ ہے اے وہ خدا جو اپنی بزرگی میں صاحب حمد ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اے میرے پروردگار اے خدا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیری پناہ اے پروردگار ہم کو جہنم سے آزاد کر دے یقیناً یہ دعائے مجھے دعائے جوشن کبیر ہم نے پڑھا اور
जो जोशन कबीर हमने पढ़ के खुदा वंद आलम से एक ही दुआ किया है, खल्लिस्ना मिन नारे या रब। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदाया हमारी गुनाहें बहुत ज्यादा हैं, हमारे आमाल बहुत कम हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशें बड़ी तूलानी हैं। खुदाया तुझसे सिर्फ एक ही हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारी गुनाहों को तू न देख, हमारे आमाल को तू न देख, लेकिन तू अपनी अता और अपने फजल करम से खुदाया हमारे गुनाहों को बख्श दे, जहन्नम की आग से हमें आज़ादी दे दे। ए मेरे परवरदिगार जहन्नम की आग से हमें आज़ादी दे दे, ए परवरदिगार जहन्नम की आग से हमें आज़ादी दे दे। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين میں دعا کر رہا ہوں آپ سب مل کے آمین کہیں اپنے اپنی جگہ پر سب آمین کہیں اللہم ادخل العائل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبع کل جائع اللہم اکس کل اوریان اللہم اغزدین کل مدین اللہم ارشد کل غریب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد الأمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغفر الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير خدایا تمام بیماروں کو مریضوں کو شفا عنایت فرما خدایا جن کے لیے کہا گیا ہے دعا کو مولانا حسین کراوی صاحب تمام وہ بیمار جو ہاسپٹل میں ہیں خدایا جو سخت بیماریوں اور کینسر کے مریض ہیں خدایا ان سب کو شب قدر میں اپنی نعمتوں کو نوازتے ہوئے خدایا ان سب کو شفا عنایت فرما خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس عالم بشریت کو اس تمام کائنات کو منحوس کرونا جیسے وائرس سے نجات عطا فرما خدایا ہمیں ہمارے عمل میں خلوص و اخلاص عطا فرما خدایا ہمیں پاک و پاکیزہ بغیر دکھاوے کے بغیر ریاکاری کے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما ہمارے نام اعمال کو ان کی خدمت میں بہتر سے بہتر بنا کر پیش فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد آپ حضرات جہاں جہاں بھی ہیں دو رکعت نماز اعمال پڑھ لیں آمادہ ہو جائیں تیار ہو جائیں انشاءاللہ یہاں کے وقت کے مطابق یعنی 11:15 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اعمال جو قرآن سر پہ رکھ کے عمل کیے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ عمل کیے جائیں گے 11:15 بجے ٹھیک 11:15 بجے شروع ہوگا اس سے پہلے آپ لوگ دو رکعت نماز کے لیے وقفہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیں جس میں سورہ الحمد ایک بار اور 7 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ اور پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اسی وقت تسبیح کے ذریعے 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے ہر گام رلایا ہے دل میرا دکھایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے
उस दर को जिस दर पे मेरे बाबा तुम आते थे, उस दर को उम्मत के अमीरों ने तोड़ा है, जलाया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। मैं बिरते पयंबर हूँ वो जानता है, फिर भी मैं बिरते पयंबर हूँ वो जानता है, फिर भी जालिम ने मुझे बाबा दरबार बुलाया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। ये कैसे मुसलमान है कलमा तेरा पढ़ते हैं, ये कैसे मुसलमान है कलमा तेरा पढ़ते हैं, लेकिन तेरी बेटी का हक छीन के खाया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। पूछोगे नहीं मेरा क्यों पहलू शिकस्ता है, पूछोगे नहीं मेरा क्यों पहलू शिकस्ता है, उम्मत ने तेरी मुझ पे दरवाजा गिराया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। यासिर का हबीबी ने उम्मत ने तेरी बाबा, यासिर का हबीबी ने उम्मत ने तेरी बाबा, तौहीन मेरी की है दिल मेरा दुखाया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। हर गाम रुलाया है दिल मेरा दुखाया है। बाबा तेरी उम्मत ने जहरा को सताया है। اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعتی و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأل أن يتوب علي توبة عبد ذليل قاذن فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرقى بعد الشدة اللهم بابنا بمن نعمة بمن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك खुदा की बारगाह में हम सब इकट्ठा है। खुदा की बारगाह में हमारे लिए हम सिर्फ दुआओं को हाथ के तौर पर बुलंद किए कि मेरे अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले। खुदाया तुझे इस बाबरकत शब का वास्ता कि जहां पर तू अपनी तमाम बरकतों को नाजिल कर रहा है। खुदाया इस अहले बैत पर पड़ने वाली मुसीबत की शब का वास्ता, ये वो शब है कि जिस शब में अहले बैत अतहार इस वक़्त मुसीबत व आलाम में मुब्तला है। मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, तू देख रहा है, तू सुन रहा है कि हम किस तरीके से मुसीबत व आलाम में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम गिरफ्तार है। क्यों लिए के अमीर मोमिनीन जो कौम का बाप है, जो सारे कौम का सरदार है, अमीर मोमिनीन वो इस वक्त दुनिया से जो के इमाम अदल है, इमाम तक्वा है, इमाम मुत्तकीन है, सर पर ज़रबत खा के अपने खून में आज की शब तड़प अज़ादारा ने मज़लूम मौला अली के अज़ादार बनने वालों, हम इस वक्त जमाए खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों का इतराफ करते। शब का सन्नाटा है, रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है। इस वक्त अगर कोई अल्लाह के खौफ में, रिवायत में है कि अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, खशियत इलाही से, खौफ खुदा से, जन्नत के शौक में नहीं, जहन्नम के डर से नहीं, बल्कि अल्लाह को लायक इबादत समझते हुए उसकी खशियत से, उससे डर के कोई अगर आंसू आ रहा है, तो अगर एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल कर उसके चेहरे पे आ जाएगा, खुदावंद आलम उसके पूरे जिस्म को जहन्नम की आग से निजात देगा। खलिसना में ना नारे यार अब जो आपने बार बार कह के खुदा की बारगाह में दुआ किया है, अपने खुदा को, अपने खुदा को हाजिर और दाजिर जान के अपने गुनाहों का इतराफ करे। परवरदिगार हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, खुदाया हम सब तेरे गुनाहगार बंदे हैं। खुदाया हम अपने गुनाहों को देखते हैं तो ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन तेरा आता तेरी उम्मीदों को देखते हैं तो उम्मीद बन जाती है। खुदाया हम अपने आमाल को देखते हैं, अपने आमाल को देखते तो इसकी कोई वक़्त नहीं है तेरी बारगाह में, लेकिन जब हम तेरी
خطاؤں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، ہمارے گناہوں کو مت دیکھنا، تو اپنی عطاؤں کو دیکھ لے، عاملنا بے فضل کے میرے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کر، ولا تو عاملنا بے عدل کے خدا، تو اپنی عدالت سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرنا میرے پروردگار، ہمارے اعمال کی قدر و قیمت کیا ہے، ہمارے عبادتوں کی قدر و قیمت کیا ہے، ہمارے شکر کی قدر و قیمت کیا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں شب ضربت میں ہم اہل بیت کا واسطہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یقیناً خدا کی بارگاہ میں ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے، خدایا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں اپنی عطا اپنے کچھ بھی حاجتوں کو رکھ سکے، لیکن تیری امیدوں پہ ہم زندہ ہیں خدایا، اس لیے تو نے دعاؤں کا حکم دیا ہے خدایا، تو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو نہیں مانگتا ہے خدایا، تو اس کو بھی دیتا ہے جو تیری بارگاہ سے نہیں طلب کرتا ہے میرے اللہ، تجھ سے بس عاجزانہ دعا ہے، اگر تو صرف اپنے نیک بندوں کو دے گا، تو اپنے ابرار بندوں کو دے گا، صرف نیک بندوں کو دے گا، تو تیری بارگاہ میں گناہگار بندے کہاں جائیں گے خدایا، قرآن مجید کو کھول کر اپنے آپ نے سامنے رکھے اور قرآن مجید کو دیکھے، یقیناً قرآن مجید کا حوالہ دینا ہے، اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس دعا کو پڑھے جس دعا کا ترجمہ یہی ہے، خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، کس چیز کے ذریعے درخواست کرتا ہوں، تیری اس نازل شدہ کتاب کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا درخواست کرتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے ذریعے سے، اور تیرا عظیم نام ہے اور تیرے نیک نام ہے جس سے خوف کیا جاتا ہے، تیری امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو جہنم کی آزاد سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کو ہمیں قرآن کو سامنے رکھ کے اس دعا کو پڑھنا ہے، لہذا قرآن کو کھول کر سب اپنے اپنے سامنے رکھے اور اس دعا کو دہرائیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر وأسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. قرآن مجید کو اپنے اپنے سروں پہ رکھیں اور قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے دعا کریں، یہی ہے اس میں واسطہ، خدایا اس قرآن مجید کے حق کے واسطے اور اس حق کے ہر شخص کے حق کے واسطے جس کو تو نے بھیجا اور اس کے ساتھ ہر مومن کے حق کے واسطے سے جس کی تو نے اس میں مدح کی ہے، اور تیرے حق کے واسطے سے کہ ان کے اوپر تجھ سے زیادہ تیرے حق کا پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد سب کو آواز دینا ہے، اپنے اپنے سروں پہ قرآن کو رکھے اور پڑھے اس دعا کو، اللہم بحق ہذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد
عرف بحقك بنك سب مل کے اپنے پروردگار کو بلائیں جو رحمان و رحیم ہے جو کریم ہے خدا کو بلائے سب مل کے دس مرتبہ خدا کی خدمت میں ہم بلائے اس کو اس قرآن کا واسطہ دے کے یہ بہت عظیم کتاب ہے یہ ہمارے ساتھ رہنے والی کتاب ہے ہم اس سے اپنے آپ کو جدا نہ کریں ہم جڑے رہیں گے تو یہ ہمیشہ ہم سے جڑی رہے گی یہ کتاب سب مل کے پکارے دس مرتبہ بیکا یا اللہ 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 اپنے نبی کو بلائیں سرکار رسالت ماں کو بلائیں کہ جس کو ہمیشہ اذیت پہنچائی گئی تکلیف پہنچائی گئی جبکہ وہ رحیم و کریم ہے ارحم الراحمین کا خدا بند عالم نے اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے صرف ایک خیال رہے بلا تو رہے ہیں اپنے نبی کو لیکن یہ خیال رہے کہ ہمارا نبی اس وقت کوفے میں اپنے ولی اپنے وسیع کے پاس ہوگا جو ضربت کھائے ہوئے آواز دے بلائے سب مل کے دس مرتبہ بے محمد 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 عزادارو آج کی شب میں جس کا ماتم کر رہے ہم جس کو آپ یاد کر رہے ذرا تصور کریں آج پورا عالم اسلام یتیم ہو گیا آج جو سب کا محتاج جو یتیموں کا سرپرست تھا جو مسکینوں کا سربراہ تھا جو ہر جگہ پہنچتا تھا آج کس شب اس کے ضربت کھانے کی اپنے اپنے ذہنوں کو کوفہ میں لے جائیں کوفہ کی ان گلیوں میں لے جائیں جہاں ہمارا مولا چلا کرتا تھا کوفہ کی اس مسجد کے قریب لے جائے جہاں علی نمازیں پڑھتا تھا کوفہ کے اس محراب میں لے جائے جہاں علی خاک اٹھا کر سر میں جس حد تک ہو سکے اپنے بولا کو بلائے اپنے دلوں کو آ لے جائیں اور آواز دے سب مل کے آواز دے بے علی 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 فرصاد شہزاد یہ کائنات کو بولا ہے کائنات کا علی کی ضربت خوردہ سر کا واسطہ دے گی بی بی شہزادی کو واسطہ دے یاد کرے بلائے آزادہ رو یہ غم کی رات ہے یہ مصیبتوں کی رات ہے ذرا تصور کرے 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد
1400 साल पहले किस तरीके से एलवे त्यौहार ने इस मांग को बर्दाश्त किया। जब 1400 साल का अरसा गुजरने के बाद हम अपनी इन मोहब्बतों के साथ अपने मौला को याद कर करके रोते हैं, जब हमें तसव्वुर आ जाता है हमारे आंसू थमते नहीं। सोचे शहजादी जब अली की मुसीबतों को याद करके रोती थी, मौला अली घर में आए, शहजादी गिरिया कर रही थी, पूछा ये बता रसूल अल्लाह मोयू हमायू की का, ए शहजादी आपको किस चीज ने रुला दिया है। जैसे ये पूछा आवाज दिया, ए शबल हसन मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो आपके गम में रो रही हूँ। अब की मकाबत आबादी मैं तो आपके लिए रो रही हूँ अपने बाद कि क्या क्या मुसीबत और गम आप पे पड़ने वाले। अल्लाह, शहजादी को मालूम था कि अली को किस तरीके से मजलूमियत के साथ घर में बिठाया जाएगा। शहजादी गिरिया कर रही थी, मालूम था कि किस तरीके से सर पे जरबत लगाई जाएगी। बिल की आवाज दे, अपने अपने को ले जाए, अपने बोला हसन मुश्तफा के पास ले जाए, लेकिन कहां बकी में ना ले जाइए बल्कि देखिए कूबा में किस जगह पे हमारा मौला हसन मुश्तबा है। काबले बाबा के साथ साथ किस तरीके से बाबा के दाहिने बाएं अपने इमाम मुश्तबा है। आका मौला इमाम मुश्तबा को आवाज दे, पुकारे किस तरीके से, जैसे हो सके जिस तरीके से हो सके अपने आका मौला को आवाज दे। बिल हसन बिल हसन बिल हसन बिल हसन بلا حسن 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 اپنے دلوں کو اپنے اپنے تصورات کو हुसैन की बारगाह में ले जाए, लेकिन ख्याल रहे आज करबला नहीं, हुसैन करबला में नहीं, हुसैन कूफा में अपने बाबा के पास। अपने आप को मौला हुसैन की बारगाह में ले जाए और मौला हुसैन अल्लाहु अकबर, जिस वक्त हमारा आका मौला इस दुनिया जब वो अपने खून में तड़प रहा था, तो इमाम हुसैन अपने बाबा के आपने सामने चल रहे थे, फिर रहे थे। एक बाप जिसको नहीं मालूम होता कि क्या पेश आने वाला है, जब वो रुखसत होता है, हमारे जैसे आम इंसानों के घरों में से अगर कोई वारिस सर पर रुखसत होता है, उसको फिक्र होती है, वसीयतें करके जाता है, लेकिन हाँ वो तो इमाम था जिसके को मालूम था कि बाद में क्या होने वाला है। अजादारो, जिस वक्त हमारा मौला इमाम हुसैन पे नजर पड़ती रही होगी तो क्या होता रहा होगा। अरे जिस वक्त ज़ैनब कुलसुम को देखते रहे होंगे तो क्या यही ज़ेहन में इमाम के ख्याल आता होगा, एक वक्त वो आएगा कि जब मेरा बेटा हुसैन होगा और ये ज़ैनब कुलसुम होंगी और हुसैन पर जुल्म हो रहा होगा, ज़ैनब कुलसुम देख रही होंगी। अजादार हो,
बाबे मौजूद हमारे आका बोलो को तमाम करबला के शहीदों का वास्ता दे के इमाम हुसैन को बुलाइए, आवाज दीजिए बिल हुसैन 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 بل حسين بل حسين بل حسين الله الله هذا دارو کس طریقے سے پرسا دیا جائے اہل بیت اطہار کو اپنے چوتھے امام کو بلانا ہے ان کا واسطہ دینا اس شب قدر میں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے واسطہ وسیلہ ایسے کو بنانا ہے کہ جو سید الساجدین ہے جو زین العابدین ہے عزادار ہو اپنے چوتھے امام کو آواز دیجئے لیکن اتنا خیال رہے یہ کربلا کا علی ہے جس نے اپنے بابا اپنے دادا اپنے علی کا وہ زمانہ تو نہ دیکھا لیکن اس کو معلوم سب ہے کہ کس طریقے سے علی پر سن ڈالا گیا حسین کے اس علی کو آواز دے اور اپنے آپ کو حاضر کرے اپنے چوتھے امام کی خدمت میں اور ان کے دامن مبارک کو پکڑ کے آواز دے بے علی ابن الحسین 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 بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين عزادار و یاد کرے اپنے پانچویں امام کو امام باقر کو جو کچھ ہمیں ملا ہے سب ہمارے اماموں سے ملا ہے اگر ہمیں یہ دعا کا سلیقہ ملا اگر یہ ہمیں اعمال کا طریقہ ملا تو ان اماموں سے ملا ہے لیکن خیال رہے کہ ہر امام کی توجہ اس وقت کوفہ میں ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے پہلے واسطہ دے اپنے امام کو بلائے اپنے امام کو پھر خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوفہ جائے اور علی کے فرق شکستہ کا واسطہ دے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے آزادارو جو کچھ شب قدر میں چاہیے یہ سب انہی ناموں کے ذریعے ملے گا انہی اماموں کے ذریعے ملے گا آواز دے اپنے امام کو پانچویں امام کو بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بمحمد ابن علي 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 اپنے امام کو بلائے ہم سب جعفری کہلاتے ہم شیعہ اسپیشلی جعفری کہلاتے
क्यों? इसलिए कि हमारा दीन मजहब सब इमाम जाफर सादिक से मिला है, इमामों ने हमें दिया है। अपने इमाम के पास जाए, आवाज दे जो सबसे बुजुर्ग इमाम है, इमामों में सबसे बुजुर्ग है हमारे छठे इमाम जिन्होंने दीन को हम तक पहुंचाया है। लेकिन कितने रंज और मुसीबत के साथ जिंदगी गुजारा है। लेकिन हाँ इमाम, आप तो खुद अपने जद को याद कर कर किया करते थे। आप दहबे सलीका बताया कैसे हम मौला अली की ज़ियारत को जाए। सब अपने अपने दिलों को ले जाए इमाम जाफर सादिक की बारगाह में, अपने छठे इमाम की बारगाह में जाए और जाके उसे फरियाद करे और खुदा के सामने इमाम को पेश करके दुआ करे। सब मिल के बुलाए बे जाफर इब्ने मोहम्मद, जाफर इब्ने मोहम्मद, 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 बे जाफर ابن محمد، جعفر ابن محمد، بجعفر 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 ابن محمد، اجدارو اپنے اپنے آپ کو امام کی خدمت میں لے جائیں، अपने सातवें इमाम की खिदमत में ले जाके पेश करें। फुर्सत है, तसव्वुर करें वो इमाम जो हमेशा जिंदान में रहा करता था, ला यज़ाल मिन सिजरिन इला सिजरिन, एक जिंदान से दूसरे जिंदान में। लेकिन आज हमें उनकी मुसीबतों का उन्हें वास्ता नहीं देना, आज तो सिर्फ यही फरियाद करना है कि हम आपको आपकी जद का पुरसा दे रहे हैं जो कूफे में। आज़ादारों अपने अपने दिलों को हाजिर करें जनाब मूसा मुजाफर के पास, जाए अपने सातवें इमाम के पास और जाके फरियाद करें खुदा की बारगाह तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, यही इमामों का रास्ता है। बे मूसा इब्ने जाफर, 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 बे मूसा इब्ने जाफर। जाओ अपने अपने दिलों को ले जाइए अपने इमाम की खिदमत में। इमाम रऊफ मेहरबान आठवें इमाम हजरत अली इब्ने मूसा रज़ा, गरीब तूस की खिदमत में जाइए। लेकिन हाँ इतना ख्याल रहे, गरीब तूस की खिदमत में जाइए, गरीब तूस खुद मशहद का अली कूफे के अली के पास। अपने आठवें इमाम को वास्ता बनाइए, अपने आठवें इमाम की बारगाह में फरियाद कीजिए। आज़ादारो जहां जहां पे भी अमल कर रहे हैं, अपने अपने घरों में जिस जगह पे भी हैं, बच्चों को अपने साथ ले आइए, सबको पहले बैठाइए और सब मिल के अपने इमामों को बुलाइए। ये मासूम बेगुनाह बच्चे हमारे साथ होंगे तो जब हम अपने इन गुनाहगार जबानों से इमाम को बुलाएंगे, ये नाम इतने पाकीज़ा हैं कि मासूम बच्चों की समराई में ये खुदा की बारगाह तक हमें पहुंचा देंगे। सब मिल के बुलाए अपने अपने दिलों को मशहद के अली के जरिए कूफे के अली के पास से खुदा की बारगाह में ले जाए। बे अली इब्ने मूसा, बे अली इब्ने मूसा,
بعلي ابن موسى 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 سب مل گئے اپنے باپ کی خدمت میں جائے جو اپنے سب سے چھوٹے باپ کی خدمت میں جائے عزادارو ہمارے اماموں پہ جو ظلم ہوا ہے اگر آج کوپے میں ضربت نہ لگی ہوتی اگر سقیفہ میں آغزب نہ کیا گیا ہوتا تو اس طریقے سے ہمارے امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے نہ جاتے اپنے آپ کو نوے امام کی بارگاہ میں لے جائیے اور فریاد کیجیے امام کی خدمت میں نوے امام کی بارگاہ میں جا کے دعا کیجیے خدا ہم ان سے امام کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آئے ہیں فریاد کر رہے ہیں خدا یا ان اماموں کا مقصد ہے کہ تجھ سے بلا رہے ہیں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اپنے اپنے دلوں کو امام تقی کے بارگاہ میں لے جائیے آواز دیجیے بے محمد ابن علی 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 ساورناس کی طرف اپنے ذہنوں میں لے جائیے لیکن خیال رہے کہ آج سب کوفہ کی طرف ہے یا صاحب الزمان اے ہمارے زمانے کے امام سامرا مظلوم ہے سامرا مصیبت میں گھرا ہوا ہے ایک مرتبہ جو آج سے 1400 سال پہ 14 سال پہلے 2006 میں جس طریقے سے یہ ظلم کر چکے ہیں کہ داعش ملعون خدا ان داعش ملعونوں سے سامرہ کو محفوظ فرما کہ آج پھر جس طریقے سے یہ سامرہ کے کھیتوں میں آگ لگا رہے ہیں یہ جس طریقے سے یہ داعش ملعون سامرہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صاحب الزمان یا خدا تجھے اماموں کی ان مظلومیت کا واسطہ ان دشمنوں کے شر سے ہمارے اماموں کے روزوں کی حفاظت کر خدایا ہمارے مظلوم تھے آج بھی مظلوم ہیں اس طریقے سے اپنے اپنے امام نسو امام کو بلائیے آواز دیجیے لیکن صرف خیال رہے کہ بہت مظلوم امام ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں کوفہ تک جانا ہے آواز سے سب مل گئے بے علی ابن محمد 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 بے علی ابن محمد
सामरा में ईसागिन हमारे ग्यारह बे माम है, उनको आवाज दीजिए, उनको वास्ता दीजिए खुदाया, तुझे इन मामों की मजलूमियत का वास्ता, इन मामों के रोजों की मुकम्मल हिफाजत कर खुदाया, खुदाया तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे अमल में खुलूस अता फरमा, सब मिल के अपने इमाम को बुलाए, ग्यारह बे इमाम को बुलाए, आवाज दे बिल हसन इब्न अली, 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 हसन इब्न अली, अपने अपने दिलों को अपने इमाम की तरफ मुंतकिल, ज़माने का इमाम, इमाम हाज़िर, हमारा इमाम जिसके सामने हमारे नाम है आमाल को पेश किया जाता है, या साहिब ज़बान हम आपको आपके जद का पुरसा देने के लिए आए हैं, अमलिए मुर्तजा का पुरजा देने के लिए आए हैं, हम उस पर कशिक आफ्ता का पुरजा देने के लिए आपकी बारगाह में आए, या साहिब ज़मान गम अंदो और मसाइब वाला माँ से हमारे अमल से आपको तकलीफ होती है, मामे ज़मान हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे, मामे ज़मान आप हमें देख रहे हैं, हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, हम गुनाहगार हैं या साहिब ज़बान, हम पुरसा देने आए हैं, लेकिन इस गुनाहगारों का पुरसा भी आप कबूल कर लीजिए, या साहिब ज़बान, अरे खूबे में हमारा अली, हम आपकी बारगाह में आए, हमारे इस पुरसे को कबूल कीजिए, या साहिब ज़बान, या अबन ज़हरा, या साहिब ज़बान, या अबन ज़हरा, या अबन ज़हरा, या अबन ज़हरा, आपको आपकी मादर गिरामी की पिगस शिगस्त बदलियों का वास्ता, या साहिब ज़बान, आपको आपकी उस मादर गिरामी का वास्ता जो दरो दीवार के दरमियान में आके आपको आवाज दे रही थी, या महदी वलदी, या महदी मेरे बेटे, मेरे बेटे महदी, उनको बुलाइए, उनको आवाज दीजिए, या साहिब ज़मान, अगर आपके दिल आबादा हो गए, ए इमाम ज़माना, हम जब भी कुछ करना चाहते हैं दिखावा आ जाता है, रियाकारी आ जाती है, हमें हमारे अमल को रियाकारी दिखावे से पाक करते हुए हम खुलूस के साथ आपको आवाज देने के लिए बैठे हैं, या साहिब ज़मान, आपको आवाज देने के लिए बैठे हैं, आपको आपके जद का पुरसा देना है, कोई दिखावा नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है, आज शबे ज़रबत है मौला को, आप अहले बैत गमज़दा हैं, आप हमारे इमाम हाज़िर, अब आपकी बारगाह में आए, या साहिब ज़मान, हम कुछ और नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं कि आज की शब आप हमसे राजी हो जाइए, या साहिब ज़मान, अगर आप राजी हो जाएंगे तो हमारी दुआएं सब आपके जरिए खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएंगी, फिर हमारा कल्लिज़ामिनन नारे यार अब कहना कामयाब होगा, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अबन ज़हरा इस गुनाहगारों की आवाज में लबैक कहिए, या साहिब ज़बान, या साहिब ज़बान, हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ हम आपको सुना रहे हैं, या साहिब ज़बान, सब आपकी बारगाह में हाजिर है, या साहिब ज़बान, या अबन ज़हरा, या अबन अल हसन, या अबन अल हसन,
या अब्न अल हसन या अब्न अल हसन, आपको आपकी माँ का वास्ता, आपको आपकी माँ घरे गिराफी का वास्ता, या साहिब जमान। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए और खड़े होते इमाम को आवाज दे, इस तरीके से बुलाए आवाज को अपने इमाम को आवाज दे, या अब्न अल हसन या अब्न अल हसन या साहिब जमान। सब मिल के आवाज दे, या साहिब जमान या साहिब जमान या साहिब जमान या साहिब जमान। अगर आपके आंसू निकल आए, आपके दिल आबाद आए, तो फिर अपने आप को इमाम का वास्ता, इमाम से करीब करे आवाज दे, बिल हुज्जत अल कायम, बिल हुज्जत अल कायम, बिल हुज्जत अल कायम, बिल हुज्जत अल कायम, بالحجة القائم، 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 يا صاحب الزمان. जो दुआएं करना दुआएं कर, ये शब है कदर है, ये दुआओं की कबूलियत की शब है। या साहिब जमान, हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन इतना जानते हैं आपके चाहने वालों पे दुनिया रंज जो मुसीबत व असीयत कस रही है, जिस तरीके से यमन में जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से बहरेन में जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से जगह जगह पर अहले बैत के चाहने वालों पे जुल्म सितम हो रहा है, या साहिब ज़मान, आपकी बारगाह में शबे कदर में यही दुआ है। हमारा जुर्म ये है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए साहिब ज़मान, आप हमारे वाली और सरपरस्त है, या साहिब ज़मान, दुनिया भर में अहले बैत के चाहने वालों की हिफाजत फरमाइए। तुझे अपनी इस हुज्जत का वास्ता, जिनके जरिए तूने जमीन को बाकी रखा है, खुदाया इसी हुज्जत के जरिए तेरी बारगाह में फरियाद है, तमाम इस हुज्जत मुंतजर के मुंतजरीन की पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, जो बीमार है, जो मरीज है, जिनके लिए दुआ कहा गया है, पूरी दुनिया से जहां जहां से भी मुझसे दुआ को कहा गया है, खुदाया जो हमारी नजरों के सामने में है, जो हमारे सामने, खुदाया हमारे शहर के आलिम दीन मौलाना हुसैन करावी जो हॉस्पिटल में है, वो जो कैंसर की मरीजा है, जो तमाम बीमार है, खुदाया तुझसे आजजाना दुआ है, इस निस्व शब में, शब कद्र में तुझसे यही दुआ है, तमाम मरीजों को शिफा इनायत फरमा। हमें नहीं मालूम तुझसे क्या मांगे, लेकिन मुंजी आलम बशरियत, पूरी बशरियत को निजात देने वाले फरजंद जहरा का वास्ता दे के यही कहते हैं कि इस आलम बशरियत को इस कोरोना वायरस मरहूस से निजात अता फरमा। खुदाया इन मुश्किल हालात में तमाम मरीजों को शिफा इनायत फरमा, तमाम फकीरों को, तमाम मोहताजों को, तमाम फकीरों को अपनी दौलत से, अपनी तमाम कर दे गए दस्त गैब से बेनियाज फरमा। खुदाया गुनाहों को बख्श दे, खुदाया नेमतों को नाजिल फरमा, खुदाया नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, अमाल में खुलूस नियत अता फरमा,
रियाकारी दिखावे से हमें दूर फरमा। खुदाया हमारे हर अमल से हमारे इमाम को राजी फरमा। खुदाया इस शबे कदर में हमारे अमल से हमारे इमाम को राजी फरमा। खुदाया इस बाकी शबे कदर के बचे हुए हिस्से में हमें आजादारी करने, पुरसा देने, अली का मातम करने, दुआ करने, नमाज पढ़ने, इबादत करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदाया तुझसे आखिर में यही दुआ है, इमाम ज़माना की खिदमत करने वाले तमाम मोमिनीन, तमाम उलमाए किराम, तमाम मराजे तबलीग, मरजे तबलीग, आयतुल्लाह सिस्तानी, रहबर इंक़लाब आयतुल्लाह खामेनी, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के उलमा, सबकी इज्जत और अफजाई के साथ सबकी जान की हिफाजत फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्म सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان شاء الله اب اس چینل پر آزاداری ماتم اور نوحے داری کا سلسلہ شروع ہوگا اور ان شاء الله تقریبا یہاں کے ہندوستانی وقت مطابق ایک بجے ان شاء الله پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا شب قدر ہے اہل بیت اطہار پہ مصیبت کی شب ہے خدا کے لیے اپنے اس قیمتی وقت میں کسی اور کام میں وقت میں نہ لگائیں اپنے آپ کو ماتم کریں مجلس کریں نوحہ پڑھیں شب ضربت ہے اہل بیت اطہار کو فرصہ دیں اور دعاؤں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کو خوش کریں خدا سے یہی دعا ہے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا ہمارا مغموم فضاؤں میں ہر ایک سمت یہ نوحہ مسجد میں ہوئے قتل علی حشر ہے برپا ہے سرخ ہوا خون علی سے جو مصلی کرتی ہے بکا رو رو کے یہ مسجد کوفہ مولا ہمارا علی مولا ہمارا اولاد پیمبر پہ مصیبت کے یہ دن ہے کوفے کے یتیموں پہ قیامت کے یہ دن ہے اے مومنوں ماتم کرو رکت کے یہ دن ہے ہے آج فرشتوں کے لبوں پر بھی یہ نوحہ مولا ہمارا علی مولا ہمارا تیگے بن ملجم نے جو ڈائی ہے قیامت مسجد میں ہوئی شاہ ولایت کی شہادت تھرانے لگے درد سے محراب عبادت سجدے میں ہوا فرق علی آج دوپارا مولا ہمارا علی مولا ہمارا ہے درد میں ڈوبے ہوئے مسجد کے در و بام زخمی ہوئے سجدے میں علی برپا ہے کوہرام ماتم ہے بپا چاہنے والوں میں ہر ایک گام بیوہ و یتیموں کا سہارا گیا مارا مولا ہمارا
अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। है ज़ैनब कुलसुम के होठों पे यही बैन, हासिल हमें किस तरह भला होगा यही चैन। और सीना ओ सर पीट के कहते हैं ये हसनैन, हर मुफलिस ओ नादार के लग पर है ये नौहा। मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। अब्बास के चेहरे से नुमाया है यतीमी, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में सरे हैदर हुआ जख्मी। हर सिमत से आती है सदा आह बुका की, कूफे की गली कूचो में एक शोर है बरपा। मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। नौहा है फरिश्तों में के हैदर गए मारे, नौहा है फरिश्तों में के हैदर गए मारे। है गश में पड़े फातिमा जहरा के दुलारे, रुकते ही नहीं आंखों से अब अश्कों के धारे। रो रो के हर एक चाहने वाला है ये कहता, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। 21वीं रमजान है ताबूत सजाओ, हैदर का जनाजा है ये कांधों पे उठाओ। मातम करो सर पीटो सदा अश्क बहाओ, हर वक्त लगाते रहो ए दोस्तों नारा। मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। वो दर्द भरा तूने रजा नौहा पड़ा है, हर सिमत अली हाय अली की जो सदा है। सीनों में कयामत है अजब हश्र बपा है, इस दर्द से मजहर का तड़पता है कलेजा। मौला हमारा अली मौला हमारा, 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 मौला हमारा अली मौला हमारा। मगमूम फजाओं में हर एक सिमत ये नौहा, मस्जिद में हुए कत्ल अली हश्र है बरपा। है सुर्ख हुआ खूने अली से जो मुसल्ला, करती है बुकारो रो के ये मस्जिद कुफा। मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। औलाद पयंबर पे मुसीबत के ये दिन है, कूफे के यतीमों पे कयामत के ये दिन है। ए मोमिनो मातम करो रिक्कत के ये दिन है आज फरिश्तों के लबों पर भी ये नौहा। मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। तेगे बिन मुलजिम ने जो डाई है कयामत, मस्जिद में हुई शाही विलायत की शहादत। थर्राने लगे दर्द से मेहराबे इबादत, सजदे में हुआ फर्के अली आज दोपारा। मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा।
है दर्द में डूबे हुए मस्जिद के दरो बाम, जख्मी हुए सजदे में अली बरपा है कोहराम, मातम है बपा चाहने वालों में हर एक गाम, बेवाओं यतीमों का सहारा गया मारा, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा, है ज़ैनब कुलसुम के होठों पे यही बैन, हासिल हमें किस तरह भला होगा यही चैन, और सीना ओ सर पीट के कहते हैं ये हसनैन, हर मुफलिस ओ नादार के लब पर है ये नौहा, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। अब्बास के चेहरे से नुमाया है यतीमी, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में सरे हैदर हुआ जख्मी, हर सिमत से आती है सदा आह बुका की, कूफे की गली कूचों में एक शोर है बरपा, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। नौहा है फरिश्तों में के हैदर गए मारे, नौहा है फरिश्तों में के हैदर गए मारे, है गश में पड़े फातिमा जहरा के दुलारे, रुकते ही नहीं आंखों से अब अश्कों के धारे, रो रो के हर एक चाहने वाला है ये कहता, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। 21वीं रमजान है ताबूत सजाओ, हैदर का जनाजा है ये कांधों पे उठाओ, मातम करो सर पीटो सदा अश्क बहाओ, हर वक्त लगाते रहो ए दोस्तों नारा, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। वो दर्द भरा तूने रजा नौहा पड़ा है, हर सिमत अली हाय अली की जो सदा है, सीनों में कयामत है अजब हश्र बपा है, इस दर्द से मजहर का तड़पता है कलेजा, मौला हमारा अली मौला हमारा, 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 मौला हमारा अली मौला हमारा। मगमूम फजाओं में हर एक सिमत ये नौहा, मस्जिद में हुए कत्ल अली हश्र है बरपा, है सुर्ख हुआ खूने अली से जो मुसल्ला, करती है बुका रो रो के ये मस्जिद कूफा, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। औलाद पयंबर पे मुसीबत के ये दिन है, कूफे के यतीमों पे कयामत के ये दिन है, ए मोमिनो मातम करो रिक्कत के ये दिन है, आज फरिश्तों के लबों पर भी ये नौहा, मौला हमारा अली मौला हमारा, मौला हमारा अली मौला हमारा। तेगे बिन मुलजिम ने जो डाई है कयामत, मस्जिद में हुई शाही विलायत की शहादत, थर्राने लगे दर्द से मेहराबे इबादत,
सजदे में हुआ फर्के अली आज दोपारा। मौला हमारा अली, मौला हमारा, मौला हमारा अली, मौला हमारा। है दर्द में डूबे हुए मस्जिद के दरोबाम, जख्मी हुए सजदे में अली बरपा है कोहराम। मातम है बपा चाहने वालों में हर एक गाम, बेवा वो यतीमों का सहारा गया मारा। मौला हमारा अली, मौला हमारा, मौला हमारा अली, मौला हमारा। है ज़ैनब कुलसुम के होठों पे यही बैन, हासिल हमें किस तरह भला होगा यही चैन। और सीना और सर पीट के कहते हैं ये हसनैन, हर मुफलिस और नादार के लब पर है ये नौहा। मौला हमारा अली, मौला हमारा, मौला हमारा अली, मौला हमारा। अब्बास के चेहरे से नुमाया है यतीमी, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में सरे हैदर हुआ जख्मी। हर सिमत से आती है सदा आह बुका की, कूफे की गली कूचों में एक शोर है बरपा। मौला हमारा अली, मौला हमारा, मौला हमारा अली, मौला हमारा। नौहा है फरिश्तों में के हैदर गए मारे, नौहा है फरिश्तों में के हैदर गए मारे। है गश में पड़े फातिमा जहरा के दुलारे, रुकते ही नहीं आंखों से अब अश्कों के धारे। रो रो के हर एक चाहने वाला है ये कहता, मौला हमारा अली, मौला हमारा, मौला हमारा अली, मौला हमारा। 21वीं रमजान है ताबूत सजाओ, हैदर का जनाजा है ये कांधों पे उठाओ। मातम करो सर पीटो सदा अश्क बहाओ, हर वक्त लगाते रहो ऐ दोस्तों नारा। मौला हमारा अली, मौला हमारा, मौला हमारा अली, मौला हमारा। वो दर्द भरा ज़ियारतों की शब भी है, अपने मौला से ज़ियारतों में हम जुड़ जाएं और शबे कद्र जो सैयद ज़ियारात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी ज़ियारत और मौला अली की ज़ियारत पढ़ेंगे। लिहाजा जो हज़रात हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मिलजुल कर अपने मौला की ज़ियारत करें। अब पहले नजर का रुख करके मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़ेंगे। ज़ियारत अमीरुल्लाह के ज़रिए से पहले हम अपने आका और मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत करेंगे। तसव्वुर करें आज की शब शब ज़रबत की शब है, मज़लूमियत मौला अली की शब है और हम मौला की खिदमत में उनको सलाम करने जा रहे हैं। लिहाजा अपने दिलों को मौला की तरफ मोड़ें और सलाम करें ज़ियारत अमीरुल्लाह के ज़रिए से। اللهم صل على محمد وآل محمد। شب قدر میں ہم زیارت پڑھتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج کی شب میں اپنے زمانے کے امام کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، خاندان کے تمام مرحومین، تمام مومنین مومنات کی جانب سے
زمانے کے امام کی جانب سے قربت ہے اللہ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ السلام علیک یا امیر المومنین اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلى الله عليه وآله دعاك الله إلى جواره فقبض جاء إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج الواجبة على جميع خلقه اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة عليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ علائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزبدة التقوى ليوم جزائك مستندا بسنن عليائك مخرارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وسنائك تصور کرے مولا کی قبر کے پاس آپ مولا کی قبر سے جڑے ہوئے ہیں اللهم إن قلوب المخبتين إليك والحا وسبل الراغبين إليك شارعا وآلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فاضحا وأصوات الضعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أنابا إليك مغمولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما ولغاثة لمن استغاث بك موجودا ولعانة لمن استعان بك مبذولا وعدادك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لضيك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من وعوائد المزيد عليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مغنيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا ومضاعد المستدعمين معدا ومناهل الزعماء مطرعا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين اوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي الأعمال وانت مناي وغاية رجائي في منقلبي ومسواي أنت إلهي وسيدي ومولاي يغفر لأوليائنا وكف عنا عنانا واشغلهم عن عدانا واظهر كلمة الحق واجعل أهل النوريا واظهر كلمة الباطل وجعل حسنا على كل شيء قدير السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته اپنے اپنے دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں شب قدر امام کے سامنے جائیں اور سوچیں کہ کربلا میں ذریعہ حسین کے سامنے کھڑے ہیں اور مولا کو سلام کر رہے ہیں وہی زیارت کے الفاظ جو شب قدر میں مولا کے حرم میں جس سے زیارت پڑھی جاتی ہے اسی کے ذریعے زیارت پڑھی السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام علیک یا ابن فاطمہ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین السلام علیک یا مولا یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک امد فنت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين قتلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب العليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله ظاهرا عارفا
بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستحسنا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بدلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك قبر کے قریب تصور کرے کہ مولا کی قبر کے قریب ہے زری کے قریب ہے اور ان کے بعد ان کے سر کے قریب آ کے کہے السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ صلی اللہ علی روح کا طیب جسد کا طاہر وعلیک السلام یا مولا و رحمت اللہ و برکاتہ قریب پہ آئے مانگے اور زیارت کرے علی ابن حسین کی السلام علیکا یا مولائی و ابن مولائی و رحمت اللہ و برکاتہ لعن اللہ من سلمکا و لعن اللہ من قتلکا و ضعف علیہم العذاب العلیم تمام شہداء کربلا کی طرف گنجے شہیدہ کی طرف رخ کر کے آواز دیں السلام علیکم ایوہ الصدیقون السلام علیکم ایوہ الشہداء الصابرون اشہد انکم جاہدتم فی اللہ سبیل اللہ و صبرتم علی العذاب فی جنب اللہ ونصحتم لله ولرسوله حتى أعطاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وعليه أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النقيب تصور کریں اپنے آپ کو کہ آپ حرم علی ابو الفضل عباس کے سامنے ہیں اور مولا کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں یہ زیارت پڑھے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لعن الله الظالمين من لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرج الجحيم السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته اپنے امام کو زمانے کے امام کو سب سے آخر میں زیارت کے ذریعے بلائیں کیونکہ آج کی شب ہماری حاضری امام کے پاس ہے سلام علی یاسین السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ السلام علیک یا خلیفۃ اللہ مناصر حقہ السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ السلام علیک یا قالی کتاب اللہ و ترجمانہ السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نہارک السلام علیک یا بقیۃ اللہ فی ارضہ السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنہ السلام علیک ایہا العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمۃ الواسعۃ غیر بعد غیر مکذوب السلام علیک حین تقوم السلام علیک حین تقعد السلام علیک حین تقرأ وتبین السلام علیک حین تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تحلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام اشهدك يا مولايا اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لا حبيب الا هو واهله اشهدك يا مولايا ان علي امير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسنين حجته وعلي ابن الحسين حجته محمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته موسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته
محمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والباص حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميدان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولا يا شقي من خالفكم وصعد من عداكم فاشهد على ما شهدتم عليه وأنا ولي لك ولي من عدوك والحق ما رزيتموه والباطل ما أسقطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين يا آمين السلام عليكم جميع ملائكة الله السلام على سيد الملائكة السلام عليك يا جبرائيل السلام عليك يا ميكائيل السلام عليك يا إسرائيل السلام عليك يا إسرافيل السلام عليك يا سحائيل السلام عليكم جميع ملائكة الله وجميع عباد الله الصالحين وجميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند عالم کی دعا بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی شب قدر میں مومنین دعائیں کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں قریب ہیں وہ سب کے سب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں تمام بیماروں کو بخصوص ان دعاؤں ان کے لیے دعاؤں کی خواہش کی گئی ان سب کو شفا عنایت فرما خدایا تمام صاحبان حاجت کو پورا فرما حاجت جن کی بھی ہے جس قسم کی عزت کی حاجتیں ہیں مال کی حاجتیں ہیں اولاد کی حاجتیں ہیں ہر قسم کی حاجتیں جو بھی ہیں خدایا آج کی شب میں تو بہتر جانتا اپنے بندوں کے اسے پورا فرما خدایا جس طریقے سے تمام کے تمام اللہ کے بندوں تک اس اعمال اور اس خبروں کو اور اس دعا کو پہنچایا ہے جن لوگوں نے تمام وہ افراد جن لوگوں نے زحمت اٹھائی ہے اس کو پہنچانے میں اور اس کا انتظام کرنے میں خدایا ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما زمانے کے امام کو راضی فرما ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما دعائے فرج کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں لیکن آپ حضرات شب قدر کو سحر تک جاگیے اور انشاءاللہ دعائے سحر کے ساتھ اور نماز صبح کے بعد ہی اپنے اس شب کو ختم کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شب مناجات ہے شب دعا ہے شب منت و زاری ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے
लिहाजा इस वक्त हमने दुआओं का जो इंतखाब किया है, इस दुआ को करें बैठ के सब मिल के, वो मुनाजात जो अहले दिल साहेब दिल हमारे इमाम हजरत अमीरुल मोमिनीन ने, जो आज के शब के अमीर हैं, जो ज़माने के अमीर हैं, जो तमाम मोमिनीन मोमिनात के अमीर हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जो दुआ फरमाई है, मुनाजात जो मस्जिद कूफा में, उस मुनाजात को सुनने की शब है आज। लिहाजा उस मुनाजात को हम पढ़ें, गौर करें, सुने। जो लोगों को अरबी नहीं भी आती वो भी सुने। हम तमाम अपने देखने वालों की नियाबत में इस मुनाजात को शुरू कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं अहले बैत के चाहने वालों के। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم। खुदाया मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ उस रोज के अमान की, जिस दिन न माल व औलाद फायदा देंगे सिवाय उसके जो अल्लाह ताला के पास अपने पाकीज़ा दिल के साथ कल्बे सलीम के साथ आए। वास्अलुक अल अमान यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैही। खुदाया मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस दिन के अमान का, जिस दिन जालिम अपने हाथ काट रहा होगा, यकूलो या लैतनी इत्तखज़्तु मअर्रसूल सबीला। वो यही कह रहा होगा, काश मैंने अल्लाह के रसूल का रास्ता इख्तियार कर लिया होता। वास्अलुक अल अमान यौम युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। खुदाया मैं उस दिन के अमान का मांगता हूँ, जिस दिन मुजरिम अपनी पहलामतों से पहचान लिए जाएंगे, पेशानी और कदमों के साथ पकड़े जाएंगे। वासलो का अमान यौम ला यज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया। खुदाया मैं उस दिन से तुझसे अमान मांग रहा हूँ, जिस रोज अपने वालिद अपनी औलाद के लिए कोई बदला न होगा, न बच्चा अपने बाप के लिए कोई काम आएगा। बेशक अल्लाह का वादा हक है, इन वाद अल्लाह। वासलुक अल अमान यौम ला यनफउ ज़ालिमीन मअज़रतुहुम वलहुम लअनतु वलहुम सुअद्दार। खुदाया मैं तुझसे माजरत चाहता हूँ, जिस दिन जालिमों को मान जाता हूँ, जिस दिन जालिमों को उनकी माफी माजरत कोई फायदा नहीं पहुँचाएगी, और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बदतरीन घर होगा। वासलुक अल अमान यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया। मैं तुझसे अमान मांगता हूँ उस दिन, जिस दिन कोई इंसान कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी साहिब अख्तियार ना होगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन बस हुक्म खुदा के लिए होगा। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ, असलुका अल अमान यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व सहिबतिही व बनीहि। मैं अमान चाहता हूँ, पनाह चाहता हूँ उस दिन से खुदाया, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, इंसान अपने भाई से अपने माँ बाप औरत औलाद सबसे भाग रहा होगा, उस रोज हर आदमी अपनी मशगूलियत से अपने में दूसरे से बेगेबाना होगा। लिकुल इमरे में नुम यौमाइज़िन शानुन युगनी। वासलुक अल अमान यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबति व अख़ी व वसीलतिल लज़ी तुबी व मन अल्बिना फिल अर्ज़ जमीअ सुम्मा युंजीकल्लाह। खुदाया बे उस दिन से अमान का पास मांगता हूँ, खुदाया उस दिन का अमान, जिस दिन का फर्द मुजरिम तमन्ना करेगा कि काश उस दिन के अजाब से अपनी औलाद अपनी औरत अपने भाई अपने खानदान को फिदिया करार दे देता, और वो उसकी हिमायत करते उन सब को फिदिया करार दे देता जो कुछ जमान जमीन पर है।
اور عذاب سے نجات پا جاتا کل ہرگز نجات نہیں ملنے والی نجات نہیں پائیں اِنَّا لَغَ نَجْزَعَةً لِلشَّوَا نجات نہیں پائیں گے یہ جہنم کی آگ کے شعلہ بن رہے بھڑک رہی ہے تاکہ یہ جلا دے مولا یا مولا یا اے میرے مولا تو میرا مولا ہے انت المولا وانا العبد تو میرا مولا ہے اور میں عبد والی ارحم العبد الا المولا ان العبد وانت المولا خدایا تو مولا ہے اور ہم تیرے غلام ہیں ہم تیرے بندے ہیں اور کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے پہ سوائے مولا کے کسی اور نے رحم کیا ہو مولا یا مولا یا انت المالک وانا المملوک وحلی ارحم المملوک الا المالک مولا یا مولا یا انت العزیز وانا الذلیل وحلی ارحم الذلیل الا العزیز مولا یا مولا یا انت الخالق وانا المخلوق ويرحم اليرم المخلوق الا الخالق اے میرے اللہ اے پروردگار تو ہمارا مولا ہے تو میرا مالک ہے خدایا تو مالک ہے ہم تیرے مملوک اور بندے اور غلام ہیں کیا مملوک و غلام و بندے پر سوائے مالک کے کوئی اور رحم کرتا ہے میرے مالک میرا مولا تو عزیز ہے ہم ذلیل ہیں تو صاحب عزت ہے ہم ذلت و پستی والے ہیں کیا کوئی اس ذلت ذلیل و پستی والے پہ کوئی سوائے عزت کے کوئی رحم کرتا ہے خدایا اے میرے اللہ مولا یا مولا یا ان المخلوق ہم مخلوق ہیں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور کیا اس مخلوق پر سوائے خالق کے پیدا کرنے والے کوئی رحم کرتا ہے خدایا تو عظیم ہے ہم حقیر ہیں کیا اس حقیر پر سوائے عظیم کے کوئی رحم کرتا ہے کوئی اپنا حق ادا کرتا ہے خدایا تو قوی و طاقتور ہے ہم ضعیف اور کمزور ہیں انا الضعیف هل يرحم الضعیف الا القوی کیا اس ضعیف و ناتوان پر سوائے قوی کے کوئی رحم کرتا ہے مولا یا مولا یا اے ہمارے مولا اے میرے مولا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی مولا تو غنی ہے تو بے نیاز ہے ہم فقیر و محتاج ہیں ہم نیاز مند ہیں کیا محتاج و نیاز مند پہ سوائے غنی کے کوئی اور رحم کرتا ہے مولا یا مولا یا انت المعطی وانا الصائل وهل يرحم السائل الا المعطي مولاي يا مولاي انت الحي وانا الميت وهل يرحم الميت الا الحي مولاي يا مولاي انت الباقي وانا الفاني وهل يرحم الفاني الا الباقي اے میرے مولا ارے تو عطا کرنے والا ہے ہم سراپا سائل و محتاج ہے کیا سائل پر سوایا عطا کرنے والے کے کوئی رحم کرتا ہے ہم نے تو دنیا میں نہیں دیکھا دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ ہر سائل کو عطا کرنے والا رحم کرتا ہے اے میرے مولا تو حی و زندہ ہے لا یزول لا یزال ہے اور ہم ہمیشہ مٹنے والے مردہ ہے خدایا مردہ پر سوائے حی و لا قیوم کے کوئی رحم کرتا ہے خدایا تو ہمیشہ باقی ہے باقی رہنے والا ہے ہم فانی ہیں مٹنے والے اور کیا اس فانی پر فنا ہونے والے پہ سوائے باقی کے کوئی رحم کرتا ہے مولا یا مولا یا انت الدائم وانا الزائل اے میرے مولا اے میرے آقا تو دائم ہے ہم زائل ہیں تو دائم ہے تو ہمیشہ رہنے والا ہے ہم زائل ہیں ہم زلات و لغزشات میں ہیں وَهَلْ يَرَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمَ یا مولا مولا یا مولا یا اے میرے مولا تو رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں اور مرزوق پر کون رحم کرے گا سوائے رازق کے اے میرے مولا تو سخی ہے اور ہم بخیل اور کنجوس ہیں اور اس بخیل اور کنجوس پر سوائے سخی کے کون رحم کرے گا
ए मेरे मौला तू आफियत बख्शने वाला है और हम दर्द मंद और मोहताज है इस दर्द मंद और रहम पर सिवाय आफियत बख्शने वाले के कौन रहम करेगा। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला तू बड़ा है हम छोटे हैं और छोटे पर सिवाय बड़े के कौन रहम करेगा। मेरे मौला तू हादी है हम गुमराह है और गुमराह पर सिवाय हादी के कौन रहम करेगा। मौला ए मेरे मौला तू रहमान है और हम काबिल रहम और काबिल रहम पर सिवाय रहमान के कौन रहम करेगा। ए मेरे मौला तू बादशाह है हम मुसीबतों में मुब्तला है और मुब्तला है मुसीबत पर सिवाय बादशाह के कौन रहम करेगा। ए मेरे मौला तू कायद और रहबर है और हम सरगर्दा हैं हम दर दर की ठोकरें खाने वाले क्या इस ठोकर खाने वाले पर कोई रहम करेगा सिवाय रहबर के। ए मेरे मौला तू बख्शने वाला तू रहनुमाई करने वाला है और हम गुनाहगार है तो क्या गुनाहगार पर सिवाय बख्शने वाले के कोई रहम करेगा। ए मेरे मौला तू गालिब है हम मगलूब आजिज है और इस मगलूब पर सिवाय गालिब के कोई और रहम करने वाला है। ए मेरे मौला, ए मेरे पन मौला तू परवरदिगार है और हम पाले हुए हैं क्या पाले हुए पर सिवाय पालने वाले के कोई और रहम करेगा। ए मेरे मौला तू साहिब किबरियाई है तू हृदय किबरियाई का मालिक है और हम तेरे सामने पस वाकिर झुके हुए खाशे हैं तो क्या खाशे पर सिवाय किबरियाई के अलावा कोई रहम करेगा। मेरे मालिक मेरे मौला हम पर रहम कर अपनी रहमत से हमसे राजी हो जा अपने जूद करम एहसान से। तू बड़ी नेमतों वाला है एहसान वाला है रहमतों वाला है नेमतों में मन्नत करने वाला है तू हम पे रहम कर। यकीनन ये हमारे मौला की मुनाजात है इस मुनाजात को गौर से सुने सब पढ़े सब मिल के पढ़े। मौला या अंतल मालिक वानल ममलूक वाली अरमल हमुल ममलूक इल्लल मालिक। मौला या अंतल अज़ीज़ वानल ज़लील وهل يرحم الذليل الا العظيم. مولاي يا مولاي انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. مولاي يا مولاي انت العظيم وانا الزعيم انا الحقير وهل يرحم الحقير الا العظيم. مولاي يا مولاي انت القوي وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف الا القوي. مولاي يا مولاي انت الغني وانا الفقير وهل يرحم الفقير الا الغني. مولاي انت المعطي وانا السائل وهل يرحم السائل الا المعطي. مولاي انت الحي وانا الميت وهل يرحم الميت الا الحي. مولاي انت الباقي وانا الفاني وهل يرحم الفاني الا الباقي. مولاي انت الدائم وانا الزائل وهل يرحم الزائل الا الدائم. مولاي انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق. مولاي انت الجواد وانا البخيل وهل يرحم الجواد الا البخيل الا الجواد. مولاي انت المعافي وانا المبتلى وهل يرحم المبتلى الا المعافي. مولاي انت كبير وانا الصغير وهل يرحم الصغير الا الكبير. مولاي انت الهادي وانا الضال وهل يرحم الضال الا الهادي. مولاي انت الرحمن وانا المرحوم وهل يرحم المرحوم الا الرحمن. مولاي انت السلطان وانا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي أنت الدليل مولاي أنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الضليل. مولاي أنت الغفور وأنا المذنب هل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب الا الرب. مولاي انت المتكبر وانا الخاشع وهل يرحم الخاشع الا المتكبر.
مولايا مولايا ارحمني برحمتك وارضى عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين بحق مولانا أمير الأمير أمير المؤمنين بحق صاحب هذا المناجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا اس مناجات امیر المومنین کے ذریعے تیری بارگاہ میں فریاد کیا خدایا ہمیں اس صاحب مناجات مولا امیر المومنین کے صدقے میں اس مناجات کو ہم سے قبول فرما اور جس طریقے سے خدایا تو نے مولا علی پہ اپنی رحمتوں کا سلسلہ قائم کیا خدایا اس طریقے سے ان کے غلاموں پر بھی اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما دعاؤں کا وقت ہے دعاؤں کا سلسلہ ہے مل جل کر دعا فرمائیں زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں یقیناً یہ وہ شب ہے کہ آج کی شب میں اپنی اپنی دعاؤں سے بڑھ کے سب کے لیے دعا کرنا چاہیے بخصوص اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے خاص کر کے اپنی اولاد کے لیے آج کل اس فتنے کے دور میں اس آزمائش کے دور میں جب ہر طرف سے بہکنے کے زیادہ راستے ہیں جوانوں کے بھٹکنے کے زیادہ راستے ہیں دین سے جنہیں دور کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا نکالا جا رہا ہے اس میں ہمیں ہم سب کو مل کے زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے لہذا وہ دعا سب سے بہتر جو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے فرمائی ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ کی 25ویں دعا جو اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر کے اولاد کے حق میں اس کو فرماتے تھے آپ لہذا اس دعا کو پڑھیں یقیناً اس دعا کے ذریعے ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے اس دعا کو پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی 25ویں دعا ہے یہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمطائهم إلهي امدد لي في أعمارهم وزد لي في آجالهم ورب لي صغيرهم وقو لي ضعيفهم واصح لي أبدانهم وديانهم وأخلاقهم وعافهم في أنفسهم وفي جوارهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم وأدرج لي وعلى يدي أرزاقهم خدايا خدایا اس دعا میں امام فرمانے خدایا مجھ پر اور میری اولاد کی بقا ان کے حالات کی اصلاح اور ان سے میری بہرمندی کے ذریعے احسان فرما خدا سے یہی دعا کی جا رہی ہے خدایا یعنی وہ صحیح راستے پہ چلے اس کے ذریعے سے ان پر احسان فرما خدایا میرے حق میں ان کی عمر دراز کر دے ان کی مدت حیات میں خدایا ان کی حیات میں ان کے کم سنوں کی تربیت فرما ان کے کمزوروں کو قوت عطا فرما ان کے بدن کو بچوں کے بدن کو صحت دے ان کے دین و اخلاق کو درست فرما دے ان کے نفس اور اعضاء و جوارے اور جن چیزوں کے لیے ان کے بارے میں میں فکر مند ہوں سب میں عافیت عطا فرما ان کے رزق کو میرے اور میرے ہاتھوں سے مسلسل بنا دے یعنی کبھی ان کے رزق کو ختم نہ ہونے دینا واجعلهم ابرارا اتقیا بصرا سامعین مطیعین لگا ولاولیائک محبین مناصحین ولجمیع اعضائک معاندین مبغضین آمین خدایا انہیں نیک کردار پرہیزگار صاحب فضیلت فرما صاحب بصیرت فرما بردار
اور تیری یہ تیرے اولیاء کی اطاعت کرنے والے محب مخلص اور اپنے دشمنوں کا دشمن ان سے بغض رکھنے والا بنا دے آمین اللهم اشدد بهم عضدي واقم بهم عودي وكسر بهم مددي وزين بهم محضري واحيي بهم ذكري واكفني بهم غيبتي وعني بهم على حاجتي واجعلهم لي محبين وعلي حبيبين مقبلين مستقيمين لمدعين غير عاصين ولا عاقين ولا مغالبين ولا خاطئين خدایا میرے بچوں کے ذریعے میرے بازوؤں کو مضبوط بنا دے خدایا میری کجی اور میرے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دے خدایا میری تعداد میں اضافہ کر دے میری محفلوں کو آراستہ کر دے میرے ذکر کو زندہ بنا دے میرے موجودگی میں میرا میں موجود نہ ہوں میری غیبت میں انہیں میرا بدل بنا دے میری حاجتوں میں ان کے ذریعے میری امداد فرما انہیں میرا چاہنے والا اور میرے حال پر مہربانی کرنے والا اور میری طرف توجہ کرنے والا اور میرے حق میں سیدھا اور اطاعت گزار بنا دے جہاں نہ معصیت کریں نہ آپ نہ مخالفت کریں اور نہ غلطی کریں إني برحلني واجعلهم لي عونا لك على ما سألتك اور میری مدد فرما میری امداد کر دے ان کی تربیت میں ان کی تعدیب میں خدایا ان اور نیکی کے سلسلے میں اور مجھے ان کے ساتھ مزید اولاد ذکور مذکر اولاد مجھے عطا فرما اور اسے بھی میرے حق میں خیر قرار دے میں جس چیز کا سوال کر رہا ہوں اس میں میرا مددگار بنا دے وعذني وذريتي من الشيطان الرجيم فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا ورحبتنا عقابه وجعلتنا جعلت لنا عدوا يكيدنا سلطته منا على من لم تسلطن عليه منه أسكنته صدورا واجريته مجاري دمائنا لا يغفل إن غفلنا ولا ينسى إن نسينا يؤمننا عقابك ويخفف ويخوف مجھے اور میری ذات کو شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھنا کہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے جو ہمیشہ مکاری کرتا رہتا ہے اور اسے میرے اوپر وہ اختیار دے دیا ہے ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے دوڑا دیا ہے ہم اس سے غافل بھی ہو جائیں تو وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا ہم اسے بھول بھی جائیں تو وہ ہم کو بھلاتا نہیں تیرے عقاب سے مطمئن بناتا ہے اور دوسروں کا خوف پیدا کراتا ہے ان ہممنا بفاحشة شجعنا علیہا اللہ اکبر وإن هممنا بعمل صالح ثبتنا عنه يدرد لنا بالشهوات وينسم لنا بالشبهات لا إله إلا الله وإنا إن وعدنا كذبنا وإن منانا أخلفنا إلا تصرف عنا كيده يضلنا وإلا تقنا خباله يستزلنا خدایا ہم برائیوں کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں روک دیتا ہے خواہشات کو ہماری خواہشوں کو لا کر سامنے رکھ دیتا ہے اور شبہات کو ہمیشہ نظر کے سامنے کھڑا رکھتا ہے وعدے کرتا ہے تو جھوٹے وعدے کرتا ہے امید دلاتا ہے تو ہمیشہ اس کے برخلاف کرتا ہے اب اگر تو اس کے مکر کو توڑ نہ دے گا تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دے گا اور ہمیں اس کے فتنے سے نہ بچائے گا تو وہ ہمارے قدموں کو ڈگمگا کے رہے گا ہم کو ہمیشہ بہکاتا رہے گا اللہم فقہر سلطانہ عنا بسلطانکا حتی تحبسہ عنا بکثرت الدعاء لکا فنصبح من قیدہ فی المعصومین بک خدایا اب اس کے اقتدار
مار کو اپنی طاقت و زور سے دبا دے تاکہ ہماری زیادہ دعاؤں کے سبب اسے بالکل ہماری طرف سے روک دے اور ہم تیرے طفیل میں اس کے مکر سے اس کے دھوکے سے محفوظ لوگوں میں شامل ہو جائیں اللہ تیری کل سولی وغلی ہوائی جی لا تمنعنی لجابتا وقت زمین تحالی ولا تحجب دعائی انگا وقت عمرتنی بہی ومنن بہی علی بکل ما یصلحنی میں دنیا یا آخرتی ما ذکرتو منہو ما نصیتو او اظہرتو وقفتو علنتو اسررتو اللہ اکبر او اسرار تو خدایا ہمارے تمام مطالبات کو جو کچھ ہم تجھ سے سوال کر رہے مانگ رہے ہیں عطا کر دے اور تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کر دے اور ہمیں قبولیت دعا سے محروم نہ کرنا جبکہ تو نے اس کی ضمانت بھی لیے گارنٹی بھی دی ہے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کر دینا جبکہ تو نے دعاؤں کا حکم دیا ہے ہمیں وہ تمام چیزیں دے دینا ہے فرما دے جس میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہو چاہے وہ ہمیں یاد ہو یا ہم انہیں بھول گئے ہوں وجعلنی بی جمیع والک من المصلحین بالسؤال یاک المنحجحین بالطلب علیک غیر الممنوعین بالتوکل علیک ان تمام مرحلوں میں ان تمام منزلوں میں ہمیں ان مصلحین میں قرار دے دینا جو تیرے سوالی ہیں اور جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تجھ نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے محتعین المعودین بالتعود بکا الرابعین بالتجارت علیکا المجارین بعزک الموسع علیہم الرزق الحلال من فضلک الواسع وکرمک المعزین من الذل بکا والمجارین من الظلم بعدلکا والمعافین من البلاء برحمتکا والمغنعین من الف بغناك والمعصومين من الذنوب والزلل والخطايا بتقواك والموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينه وبين الذنوب بقدرتك الطارقين لكل معصيتك الساكنين في جوارك اور وہ تیری پناہ کے طلبگار ہیں اور تیرے ساتھ تیرا تجارت کرنے میں کامیابی کے طلبگار ہیں وہ تیری عزت کی پناہ میں ہیں اور تو نے اپنے جود و کرم سے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا کر دی ہے تیرے کرم کے طفیل میں ذلت کے مقابلے میں صاحب عزت ہیں تیرے عدل کے مقابلے میں تیرے عدل کے طفیل میں ظلم سے محفوظ ہے تیری رحمت کے سہارے بلاؤں سے عافیت میں ہے تیری بے نیازی کے صدقے میں فقر و فاقے سے بے نیاز ہے تیرے تقوی کی بنا پر گناہ لفظش اور خطاؤں سے محفوظ ہے اور تیری اطاعت کے سبب خیر نیکی اور ہدایت کی توفیق حاصل کیے ہوئے ہیں تیری قدرت نے ان کو ان کے گناہوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے لہذا ہر معصیت کے ترک کرنے اور تیرے جوار کے ساکن ہیں وہ اللہم آتنا جمیع ذلک بتوفیقک ورحمتک وعز من عذاب السعیر وعط جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات مثل الذی سعدک لنفسی ولولدی فی عجل الدنیا وعجل الاخرت انکا قریب مجیب سمیع علیم غفور الرحیم خدایا ہمیں اپنی توفیق اور رحمت کے طفیل میں یہ ساری نعمتیں عنایت فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور تمام مسلمین تمام مسلمان مرد مسلمان عورتیں اور مومن مرد و مومن عورتوں کو وہ سب عطا کر دے جس کا میں نے تجھ سے سوال کیا ہے یا اپنے لیے سوال کیا یا اپنے اولاد کے بارے میں سوال کیا وہ سب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو عطا کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے تو سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے تو معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے تو مہربان بھی ہے اور تو رحم کرنے والا بھی ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر نیکی عطا فرما اور جہنم سے محفوظ بنا دے آتنا بالدنیا حسنتا وبالآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خدایا ہم نے اس کے لیے جو ہم نے مولا کی اپنی دعاؤں سے یہ دعا مانگی ہے خدایا ان دعاؤں کی برکت سے اس شب میں خدایا تمام مومنین و مومنات جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں خدایا ان کی اولاد کو پاک صالح ان کی اولاد کو ہر طریقے سے ہر جگہ سے بہترین دعاؤں کے صدقے خدایا ان کو خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ان کی اولاد کو ان کی نسلوں کو پاک و پاکیزہ قرار دے خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے خدایا اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما خدایا ہم نے اولادوں کے اپنے بچوں کے اصلاح کے لیے دعا کیا ہے خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے اس دعا کے ذریعے سے تمام کے تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما خدایا اولاد نرائنا عطا فرما خدایا بہترین اولاد غلامان اہل بیت غلامان کنیزان اہل بیت عطا فرما خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے جو بیمار مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما یقینا یہ دعاؤں کے شب ہے وہ دعا جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہمیں پڑھنے کی تاکید ہمارے مراجع تقلید نے کیا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ اویسی ثانی نے فرمایا ہے آیت اللہ خامنی رہبر انقلاب نے فرمایا آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا ہے سارے کے سارے لوگوں نے دعا فرمایا ہے یہی صحیح پیسہ کامل سجادیہ یہ صحیح پیسہ سجادیہ جو ہے اس کی ساتویں دعا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مستقل حق ہے کہ آج کی شب میں بھی ہم شب قدر میں بھی ہم اس دعا کو پڑھ کے امام سے دعا کریں جس میں یہی کہا گیا ہے اے وہ خدا کہ جس کے ذریعے سے تمام ناگوار حالات کے عقدے گرہیں کھل جاتی ہیں اے وہ سبا خدا جس کے سبب سختیوں کی بڑھتی ہوئی بار کند ہو جاتی ہے اے وہ خدا جس سے وسعت و اطمینان کی طرف جانے کا راستہ مانگا جاتا ہے تیری قدرت کے سامنے سختیاں نرم ہو گئی ہیں اور تیرے ہی لطف سے تمام اسباب فراہم ہو گئے ہیں اور تیرے ہی قوت سے فیصلے سب کے سب لاگو ہو گئے ہیں نافذ ہو گئے ہیں اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں وہ تیری مشیت کے بلا کہے پابند ہیں اور تیرے ارادے کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہیں تو ہی جسے اہم امور میں پکارا جاتا ہے تو وہ ہے کہ تمام اہم کاموں میں تجھ کو پکارا جاتا ہے اے میرے پروردگار اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تیری مشیت و ارادے سے تیری مشیت کے بلا کہے پابند ہیں سب کے سب اور تیرے سامنے سب بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ٹھہری ہوئی ہیں اور تو ہی وہ ہے مانگی جاتی ہے کوئی مصیبت زدہ بغیر تیرے دفع کوئی مصیبت تیرے بغیر دفع نہیں ہو سکتی ہے کوئی مشکل بغیر تیرے حل نہیں ہو سکتی ہے اس وقت میرے اوپر مصیبت نازل ہو گئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے وہ آفت آ پڑی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے تو ہی تو نے ہی اب اسے اپنی قدرت سے وارد کیا ہے اور تو ہی اپنی قدرت سے اس کو دور کر دے گا اس کو رخ میری طرف سے موڑ دیا ہے اب تو اور اب جو کچھ آ گیا ہے اس کو نکالنے والا اور آنے والے کو مرنے والا تو ہے بند دروازوں کا کھولنے والا اور کھلے راستوں کا بند کرنے والا تو ہے مشکلات کا آسان کرنے والا اور بے سہارا کو مدد پہنچانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور میرے لیے اپنے کرم و سکون کا دروازہ کھول دے اور میرے خاطر اپنی قوت سے تمام رنج و غم کا زور توڑ دے اور جس بات کی فریاد کی اس کے لیے اپنی بہترین نظر عنایت فرما اور جس چیز کا سوال کیا ہے اس میں بہترین سلوک فرما مجھے اپنی طرف سے اور رحمت اور خوشگوار سکون عطا فرما اور مشکلات سے نکلنے کا فوراً راستہ بتا دے مجھے مشکلات کے فکر میں مبتلا ہو کر واجبات کے خیال و مستحبات کے استعمال سے غافل ہونے نہ ہونے دینا بے اس نازل ہونے والی مصیبت
मुसीबत के बिना पर तंग दिल हो गया हूँ और इस हादसे का बोझ उठाने के बिना पर रंज व गम से भर गया हूँ और तो इस बला के टालने पर कादिर है जिस बला में मैं मुब्तला हो गया हूँ। इस मुसीबत को तू दफा कर सकता है जिसमें मैं फंस गया हूँ। अब तू करम फरमा दे अगरचे मैं इसका हकदार नहीं हूँ। ए अर्श अज़ीम के मालिक, यकीनन इस दुआ को जिसका तर्जमा आपकी खिदमत में पढ़ा इसको हर रोज पढ़िए और इसके जरिए से निजात हासिल कीजिए। इस कोरोना वायरस से निजात हासिल करने के लिए बेहतरीन दुआ है सही पे सज्जादिया के साथ ही दुआ जिसका तर्जमा आपने सुना। मासूम के जबान से निकले हुए कलिमात को सुनिए। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفصل به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج زلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا وبارادتك دون نهيك منزجرا انت المدعو للمهمات وانت المفضل في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وعلم بي ألم بي ما قد بعثني عمله وبقدرتك أوردته إلي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بك وطولك واكسر عني سلطان الحمد بحولك وانلني حسن النظر بما جكوت واضغني على ود الصنع بما سألت وحبل من لدنك رحمة فرجا وحنيا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا فلا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا ربي سرما امتلأت بحمل ما حدث علي هما وانت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقيت فيه فافعل بي ذلك وان لم استوجب منك يا ذا العرش العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعض الأعداء مجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.